مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات، إطلالة جديدة ويوم جديد. واليوم ما شاء الله تبارك الله أبو سليمان كل يوم يفاجئنا بهالمفاجآت الحلوة. اليوم مجهز لنا شيء إن شاء الله على الهواء بتشوفونه. أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات، أباي أمهاتي وإخواني وخواتي، صباحكم سعيد، صباحكم شفاء لكل مريض، صباحكم دعوة صادقة من القلب، آمل من الله سبحانه وتعالى أن تقبل، وكلنا أمل بالله سبحانه وتعالى. صباحكم تفاؤل، صباحكم رضا، صباحكم سعادة. أسعد الله صباحك يا أبو سليمان. يا صباح النور والسرور والدلة، ها وين الدلة؟ اللي تفوق جاي رهيب. والسمن والعسل والبر والعلوم الزينة والقرص المخمور كل القرص المخمور قد سويناه، لكن اليوم عندنا حاجة والله حلوة كذا للبرد. يا سلام، براد وعصيدة وسمن وعسل. يا سلام لا تقول شيء، على كيف كيفك، على كيف كيفك، ما هو من كيفك وجايب. الله يمد بعمرك يا أبو سليمان ويطول عمرك، ومن يشاهد ومن يسمع يرضى عليك يا أبو رياض ومن يسمع. أبو عبد الله صباح الخير. الله يصبح بالخير ويصبح مشاهدينا وحياكم الله. ودائم ابو سليمان ما شاء الله عليه سباح، شاب ضوه ما شاء الله تبارك الله، هذاك الله يطول عمره، علومه زينه. تقول الدف يا ابو سليمان؟ طال عمرك شدراك، انه محتاجين للتدف بس عسى احنا نثبت الكلام هذا. لا لا ان شاء الله تثبتوا انك كفو له. الله يا ابو الله يطول عمرك. واليوم اليوم بغينا نصوم، الله يهديك، بنهوم الصيام يوم الاثنين ان شاء الله. يعني اعطني لا عنية وبلغ، يجوز ان الواحد يفطر يا ابو والله انا شيخ وشيخ، وصيام النفل لا يقترن به، يعني النفل لا يقترن بنية ولا يقترن به. طيب اجل عشان عصيدة ابو سليمان الله يهديه قررنا الفطور، نقرر فطور على فطور. الله يطول عمر ابو سليمان وعماركم جميعا. ابو صالح صباح الخير. يا هلا والله بالغالين الحاضرين والمشاهدين ووطننا الغالي كله وحكامنا وجنودنا وكل الامور طيبه ولله الحمد، مستبشرين العلوم الطيبه ونرجمنا الحي القيوم يغيث البلاد والعباد. امين والله، الله يغيث قلوبنا بالايمان وبلادنا ان شاء الله بالامطار والربيع والخير، مستبشرين باذن الله. يا اخواني مضينا ايام كانها ايام قليله، والان يعني ايام واللي يقولوا مودعين وشايفينكم بخير يا رب، عشان ان شاء الله احنا وياكم السعادة بالدنيا والدين. الله يجزاك خير ابو صالح ويطول بعمرك. عمرك ابو سفر صباح الخير، متجدد الخير. الابداع صبحكم الله بالخير والنور والسرور. يا سلام في المجلس المعمور والله، والدلاله تفور، الله يمنعنا، والخبز المخمور يبل، وبيجيكم منصور مع ابو سليمان ان شاء الله والشباب، وبيزين الفطور، بيزين الفطور. يا سلام يا سلام، وصباح الخير على الوطن الغالي وعلى المشاهدين. اليوم من عكسة الآية انت تشوف الشباب اللي على الضوء احنا متكين على المراسل. لا والله بس قلنا بس ندخل بنساعد ابو سليمان. يا اخي ثلاث شهور انتم تخدمونه، يعني ما طال عمرك، على الاقل نقول بس نستحي منكم والله. الله يطول عمرك، بس عشان ادخل بس الهواء ونبي نساعد كلنا، نشتغل اليوم كلنا. الله مساعدتك، الله يجازيكم العلم الغالي. كلكم وافين وكلكم مجملين يا شباب. والله بيضان مجلد. ابو عزام صباح الخير. صباح الورد، يا مرحبا ويا مسهلا. عندي ابو سليمان. يا لبيه. اول شيء والله ما في شيء بنركب طال عمرك نسوي الفروق. تفضل تفضل. عندي ابو رياض، اول شيء الله يصبحكم بالخير جميعا، والله يصبح الساده المشاهدين، و
بس يا اني نسيتها اتذكرها من اليوم ببقرة الليمس ها اقول اشغلتنا ببقرة الليمس من الحلال قامت الناس ترسل لنا ترى والله صحيح بس انتم اللي في الروايات صلى رسول الله احنا نرجع احيانا للكلام شيباننا ونرجع للنت ولكن مرجعنا الاساسي هو كلام الله سبحانه يا سلام الله ذكر في القران بقره صفراء فاقع اللون فاقع اللون تسر الناظرين ما هو محرف الايه ما قال شقرة طبعا يا لا يمكن طيب يعني يعني ما يكون ذا شاطح مثلا يعني من هو راع المزرعة راع البقرة ذا اللي يقول يقول لكل قاعدة شواذ والشواذ لا حكم لهم فخلنا نحط البقرة مع الخيذي من قاعدة الشواذ يا سلام غلبت غلبت القصة وتواترت القصة كثير رجالها مقولات لكن أكثر ما ذكر إنها بقرة أكثر ما ذكر رغم أنه اختلاف صحته على أبو عزام يا رجال الله عاقبوني وشبهوني والله العظيم أني معك أبو عزام لكن بجدي هذا البروة أنا أبغى أقول كفو وقلت أبشر حل سعر تواترت عند كبار السن وتواترت حتى في وسائل التواصل الاجتماعي سواء في النت أو البحث بحثنا وفي بعض الكتب غلبت أنها كانت الفلاح وكان عنده خيول ومن ضمن الخيول هذه كان جزء بقر عند الله يكرمكم يكرم الملائكة والمشاهدين وهذه البقرة كانت تعدي مع خيله فاسمها شقر وأطلقت مع الخيل يا شقرة أو لقرب لونها من الشقر هو للأمانة يعني أكثر الكلام اللي جانا أمس الناس ما خلتنا نقيل أرد على التليفون قال يا أخوي بقرة يا أخوي قلت أنت من أنت قال كلام أبو عزام صحيح فعلا وانا اشكر صراحه الناس اللي تفاعلت وفزعوا لي والله ما قصر بيض الله وجهك انا فزعت يا اول واحد انت تناشب في حد الله يصلح قلبك لا والله الا بيض الله وجهك ابو عبد الله اي خليك عليها مثلها بس خليك على الوزن ذي لا تقلب علي ما ادري انت اللي بدي ادري من قلبك يا حلوكم وعلومكم طبعا طيبة. هذه اشياء ما وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نزلت بوحي من السماء ففيها خلاف وطبيعي الخلاف اللي يحصل به والمثل هذا روي باكثر من روايه وروايه كل تواترت عند الناس ودائما في كل مبحث في كل علم في كل ماخذ ناخذه من الحياه او درس في ترجيح فيه شيء عقلاني ما يسمى بالعقلانيه فاحنا تخاطبنا امس وتحاورنا عن المثل بالرواية العامة وبالعقلانية فطغت الرواية العامة عند الناس لكن العقل أحيانا طبعا ورد من القصص الماضية يوم كان في ضعف بالكتابة وضعف بقلة المؤرخين أنه وقعت عزكم الله ذبابة على المحبرة فعدلت حرف في أحد الكتب فصارت تحدث بالمساجد غلط المؤمن كيس فطن. فطن صار يحدث أحد الأئمة في أحد البلدان القائمة المؤمن كيس قطن فهو ضعف قراءة وتواترت عند هالبلدان ذا المؤمن كيس قطن من كيس قطن المؤمن لا فهو طبيعي أنه تتواتر لا بس التوضيح يا أبو رياض أنه طبعا هذه الـ 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 الفكرة اللي جبتها أنه نذكر مثل شعبي وقصته في كل فترة تكون الحلقة طبعا احنا ما التزمنا بوقت معين عشان احيانا يكون عندنا ضيوف الفعاليات تكون في الحلقة صح مزحومة الحلقة بالفعاليات فأنا ما أجيب قصة المثل إلا بعد ما أبحث عنها ما هو ببحث عنها في جوجل ولا في حتى yes. الشبال أسألهم yes. الرواية السائدة عند الناس طبعا حنا والله لأن معاهم ذاك أنا ماني بعنده في المزرعة ذاك اليوم يمي يفك خيله وبقرته الله والله ماني بعنده أنا لكن إني أكيد أكيد إيه و ولا لقيت إلا ذا المثل الله يهديك تنشبنا وتنشب الناس فيها أنا أقول الأمثلة ما هو بكل مثال صحيح هذه أمثلة الناس الأولين يعني على عرفهم وعلى ثقافتهم وطبيعتهم على محيطهم اللي هم فيه بس انا ما اقول انه يعني النسائل الان انك ترجع للماضي بالامثله الماضي وانك تطبق على الوقت الحاضر يا سلام كل كلام يكون صحيح لكن سمعت يقول مع الخيل يا شقره كلنا تداولناها كثير وتداولنا بعد طير شلوى لا تراهم قالوا يا طير شلوى طير شلوى طير شلوى اللي هو انا صح ولا غلط هذا واحد تعرف قصتها هذا واحد اتصل على شيخ حلم له بحلم واتصل على مفسر احلام قال يا شيخ انا حلمت لي بحلم قال ان شاء الله خير قال حلم طال عمرك اني
في أرض خضراء وأنهار. هذا فعلا طيب بس وش اللي بعدها؟ وأرض خضراء كلها. قال إن شاء الله يا ولدي إن حلمك إن شاء الله إنه على خير. قال أنا يا طويل يا شيخ ما علمت أحد عشان ما يفسد الحلم. وش تفسيره؟ قال يا ولدي إن شاء الله أنت تصلي؟ قال والله أني ها في الصلاة. قال تزكي؟ قال والله أحيانا وأحيانا رضي بوالدينك؟ قال والله أحيانا أنه حصل مني تقصير. قال إن شاء الله حلمك على خير. قال وش تفسيره؟ قال أنت يوم نمت صليت؟ قال لا والله ما صليت العشاء. لا إله. قال خلاص إن شاء الله حلمك على خير. قال بالله وش التفسير؟ قال وش التفسير؟ ثور الله في برسيم. ما قلت الخضار اللي برسيم. الخضار اللي أنت تشوفه دام إنك ما تصلي. بعيدا عن الله. فالأمثلة هذه شوف ثور الله في برسيم مع الخيل إيش أقرأ هذه كلها أمثلة قديمة. صحيح. لكن ما هي. كلها حسب ما يرويه الواحد أو سمعه في المحيط اللي حوله. دائما نسمع زي كذا أشياء. معلش انا اعطيتك لا ابو سليمان والله احنا ودنا نعاوق قال له خلوني اسوي انا بدي اساعد بس انا بدي اشوف الكاميرا بس انا عندي قصيدة بس بقولها بس دقيقه بالنسبه لموضوع الرؤى يقول السلف الصالح ان الرؤى على جناح طائر ما اولت عليه فدائما اللي يرى رؤيا امرنا الدين ان هي خير تخبر بمن تحب وان كانك شفت شيء ما يسرك تعوذ من الشيطان وانفذ يسارك ثلاث وعدل وانقلب على جنبك الآخر. فاليوم كل واحد شاف له حلم طبعا دائما الرؤية على جناح طائر يعني معناه أنه سهلة الإصابة على ما أولت عليه. فكل واحد منا يسعى فكل واحد منا يسعى أنه أولى خير خير إن شاء الله خير إن شاء الله. حتى أخواننا المفسرين على طول الله يهدينا وياهم بعضهم لذا يركب يعني يخلق يعني أنت كن حاضر خير هذه ممكن مشكلة أسرية هذه بينكم وبين ولد عمك بينك وبين بنت عمك بينك وبين عمك بينك وبين خالك بينك وبين ولد خالك قل خير إذا رأيت خير قل خير إلا إذا في شيء تذكير في أمر الدين لا والله الله يتوب علينا ذكرونا أننا مقصرين في شيء مع الله ويبقى أحيانا ترى المفسرين يعني اجتهدت ما التفسير ما نزل شيء طال عمرك يعني فتوى يا مثلا يا في السنة ولا في القرآن إلا يعني يعني أحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن أحيانا أن الرؤيا أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قصة نبينا يوسف فيها رؤيا وفسرت وفسرت فلذلك سبع بقرات سمان اللي أقول أن الآن طال عمرك أغلب المفسرين أحيانا يكون اجتهاد منه أو توقعات لكن يبقى الموضوع كله أنك أنت يا الإنسان يعني تأخذ بالسن إنه يقول إذا رأيت رؤيا طيبة فلا تحدث بها إلا صديق من تحب وإذا ما شفتها طعمك فاستعد بالله من الشيطان ليه حدثت بها الناس بس هذه باختصار شديد ليه حدثت بها الناس ما تحقق لا لا لا, 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 لا تنفث ما يضرك ما تضرك عشان ما تضرك لكنها يا أخواني ترى الرؤى فتاوى يعني سألنا شيخ قال الرؤيا فتوى إذا عنده علم فهو يفتي لأن الرؤيا كانت يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع صحابته ويسأل هل أحد منكم من رأى رؤيا البارحة هي يفسرها له وهي الفتوى تعتبر شيئا من الفتوى أنا عندي الأهل تفسر سألنا شيخ وهي ما شاء الله عندها يعني من العلم فقال قال الشيخ ترى الرؤيا فتوى انتبه وأسبق أيوة فتوى يعني ينتبه الواحد الرؤى ودليل ذلك أن تقرن دائما في آية تقرن بحديث بقول مأثور نعم بقول مأثور واستشهد استشهادات كثيرة مثلا على سبيل المثال لا الحصر أذكر أني سمعت قبل فترة في برنامج على ذات القرآن الكريم بك أصبحنا ما شاء الله برنامج يجيك الصباح فتكلموا حلقة مرة عن الرؤى واستشهدوا في آيات وأحاديث مقرونة بالرؤى فقال لك لازم يكون فيها ربط وقن والله المفروض شوف اخواني انك ما تغمق بالرؤيا لحيث الله سبحانه وتعالى متصرف لكن اللي ترتاح فيه نفسيا لما قريته فاطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق ولا تبدي بها كل واحد اذا كان تسر فما تعلم الا من يحبك مثلا يا سلام واذا انها لم تسر مثلا تعوذ من الشيطان مثل ما قالوا الاخوان يفتر من الجانب اللي كان عليه وتعوذ من الشيطان اعوذ بالله فتغمق بالرؤيا ترى الافكار تتعب الانسان وكل يوم بعض الناس انا مره مسكت كتاب رؤيا روى وفي تفسير لابن سيرين الشيخ معروف ما يحتاج
واستمريت معه والله يا اخواني انها توسوس بالانسان الواحد ما ودك انه يتغمق ترى يتغمق ترى تدهور ويروح انا كل بر قال هذا تفسير انا كل رزق هذا تفسير انا كل لحم ان شاف روض الخضر ان شاف كلاب ولا مثلا ديبان ولا عقارب يعني كان نفسرها من قبل يا اخي اجتنب ما يشغل بالك وكن بلي تستفيد منه يا سلام. الواحد ما ودك انه يتغمق بالحين نعم كلمني واحد قبل سنتين لا يكون تفسره لا بالله ليتني افسر فسر اللي فسر كلمني قبل سنتين قال يا ولد انا رايت فيك رؤيا البارح قلت الله فيك على خير ها فيك في انا لا سعيد ما دام انه فبشره بسعاده هو الله كريم قلت اللهم فيها دراهم اهم شيء قال لا والله ما في هذا لكن ان شاء الله انه خير قلت وش العلم بس انا والله ما ودي اعلم بها الحين اخاف انه ما يتحقق هو زين ودني يتحقق لا خلاص ما دام فسرت فسرت وفسرت وانت قال يا ولد انا تعلمت انك في روض فيها وجالس اي وعندك روض كله ذهب فتنه هذه دراهم هي دراهم الدنيا ذي اي روض كله ذهب واني انا مقبل عليك امشي تقول يوم شفتني وانت تناديني يقول معك مثل القدر ذا يسمونه سحله ذي تعال من الشمس اي ودك يقول تصير عند ابو سليمان زين بعد لا لا احنا نقابل الريجي والكاميرا ما عندي يقولوا لاني مقبل عليك يقول انت تناديني يقول انت تقوم تغرف من الذهب فجنبك يقول تقوم تعطيني تقول اخذ 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 انت اللي تعطي ذهب انا اللي اعطيه انا جالس في مكان كله ذهب يلا ستر خطير يقول هو جاني يقول انت تناديني يقول تقوم تغرف منه في هذه وتعطيني تقول اخذ منه يا اخي انا معك ثلاث اشهر في البرنامج وعمرك اعطيتني لو ريال واحد وابغى تغرف ذهب وانت عندك ذهب من واجد ما درى الا اليوم طيب فسرتها ولا يقول عاد قام هو من الرؤيا يقول قمت من الرؤيا مع الفجر يقول صليت لي ركعتين عودت ارقد يقول انا وش اللي جاب لي رمضاني ذا مع الفجر الرؤيا فيه ويوم قام يقول دقيت على شيخ يقول قلت يا طويل الشيخ الله يطول عمرك الوضع كذا وكذا قال ابن عمك هذا شاعر يكتب شعر قال لي بالله يكتب شعر قال هلا ان شاء الله الامور طيبه بتجي شاعر يقول يعني يقول الامور لا يقول لا يقول اموره طيبه وبتراه بيجي في برنامج المشراق الله ايه وبيجي مع ربع تراهم بيجيه دراهم وبيعطيهم معه هو قال ولكن قال هو قال المفسر يقول لكن لا احد يقوم عليه ولا احد ينازع يزعل يقول لا احد يزعل ولا احد يقاشر تراه نزعل ما هم معطين دراهم هذا مثل وانتم لا تحطونها رؤيا هذه اللي انا سمعت يا اخواني يقولون كان فيه شيخ يفيد المسلمين ويستفيدون منه جاء يوم من الايام يقول هو يخوله يقول دايم يقصر بالصلاه ويامره ويزعله يقول الشيخ ذا يقول استفاد وجيرانه منه يقول دايم يقودهم الى خير يقول جاء يوم من الايام توفى الشيخ هذا الله اكبر يقول عقب ما توفى يقول حزنوا عليه جيرانه وهو رجال ثقه ورجال له جهود طيبه يقول عندما توفى يقول حزنوا عليه يقول اخوه يقول من ضمن الجيران يقول اموره وسط ما هو مثل هذاك يقول جيرانه طلبوا والحي القيوم ان الله يورينا هذا الشيخ ما حاله بالاخره عقب ما توفى وش الذي صار عليه الله اكبر يقول اخذوا لهم فتره يقول يوم جاءك اليوم يقول للجيران المحبين لهذا الشيخ يقول يرون هذا الشيخ يقول في روض أخضر يقولوا على رأسه تيجان من ذهب يا يقول ويغبطونه ويهنونه ويباركون له قالوا يا أخوي شوف قبل ينتهي الأمر يقول أخوه يقول ما أبطى عقبه بسنة يقول توفى هذا اللي يقول يصلي وها هو أموره وسط ما هو مثل الشيخ يقول قالوا ما شاء الله ما هي أموره قال أموري خير والحمد لله ولا والله تحسبت على الدنيا إلا أني أبقى أستزيد من الخير فقط لا غير ولا أنا براحة وخير النعمة ما كانت مرت على أحد مثلي قال أخوك اللي توفى عقبك قال هيهات أرفع بالسماوات العلا أرفع مني قال يا رجل أنت تفيد المسلمين واستفادوا المسلمين
وش الذي رفع؟ قال رفع رب العالمين صام رمضان بعدي وغلبني. لا اله اي شوف الامر هذا اللي سمعنا من العلماء. صام رمضان بعدي وغلبني تعداني انا بنعمه وتشوفوني بخير، لكن اخوي رفع الله صام رمضان وتعداني الله يرحمه. فتفسير الرؤيا يا اخواني ولو كان مزح ما ودك انك تدخل بها. صحيح الرجال بيصير بالمشراق ويبي يعطينا من الفلوس. لا والله ما بديتها والله انها صحيح سبحانه. بس اني انا عاد اخرها جملتها ولا والله بدايتها صحيح. قال ابن عمك قال رفيقك هذا هو من اللي حلم بقمي من قال شو اسمه قال رفيقك هذا شاعر قال لي شاعر قال ان شاء الله انه بي يعني ما ودي عاد بسم الله لكن اللي بيوصل انا سمعت لوحده قريبه منك شايف يقول حرمه والله اعلم عاد بالصواب هل هو صحيح يقول انها روت انها شربت البحر اي هذه شايف يقول وراحت للشيخ وقال هل انت حامل مثلا بلفظ الاعراب قالت الله الله قالت ابي تجيب لنا ولد شاعر والله اعلم يعني حسب كلامك بس يقولوا جبت له واحد الله يدفع البلا يخلط العالم على بعضها بعض بالشعر. يقول شاعر يقول البحر ما شاء الله انا فما ادري يعني. انا ابو سفر ولا يعني ايه تقريبا مالك زوج والله ابو سليمان الرؤى ودك الله يسلمك الرؤى ودك نجتهد به مو في اضغاث احلام وفي حديث نفس وفي حلم وفي رؤيا يعني ترى تختلف البعض كل شيء يصنفه في احلام ورؤى نعم طبعا حديث النفس احيانا تنام وانت تفكر لك بموضوع يا سلام هذا ما يسمى بحديث النفس يطلع عليه ينام العقل ولكن العقل الباطن ما زال على يقظه فيحدث نفسك بحلمك مدري اللي عنده شغل ضروري عنده له اختبار عنده له الله يتوب علينا ايضا بعض المتعلق بالعباده والطاعه رجل يحلم انه اذن فهذا يعني كله ما تعلق قلبه كله ما تعلق بنعم الله اكبر من اغرب ما حصل معي انا في الرؤى كان عندي برنامج في ينبع البحر هنا مخرجان مخيم واستقبلنا الشيخ المنظم للبرنامج يا سلام وجينا على غداء وحاضره الشيخ محمد الرومي ايه. وسليمان الجبيلان وسلطان ابو زقم وكلنا يا والله لا اعرف الشيخ واول مره اتقابل معه واول مره في حياتي وعلى طول قلطتهم على الغداء المفسر يوم تغدانا وهو يجلس الشيخ محمد الرومي قال يا الربع اللي عنده رؤيا اللي عنده رؤيا يفسر قلت يا الربع دف نار جنب القدر منها والله هالرجل يجي جات السرع عندي طبعا ما يدري اني غامدي قلت يا ولد عندي المعزبه والام عبد الله رات لها رؤيا قال وش هي؟ قلت رأت في المنام أنها تمشي تقول في وادي أخضر وجدت لها طفل فشألت هذا الطفل وقامت ترضعه فغطاه الحليب وقالت عشان يا ولد بتبناه لكن التبني ما يصلح في الإسلام خلني أرضعه أربه يجي أخل أبنائي في يوم رضعته تقول غاش الحليب على وجهه وزاد الحليب وتقول صحيت من الرؤيا ريجيل صعقت أنا والجالسين قال الشيخ محمد الرومي صاحبة الرؤيا غامدية بسم الله اي والله اشهد الله قال صاحبة الرؤيا غامدية وصاحبة الرؤيا بارة بأمها برر عجيب وأمها في الجنوب وصدق وأقول لأم عبد الله والله لو يجينا ربع برك بأمك إن في نعمة لا يعلمها إلا الله مغبوط وزوجتك الآن حامل قلت لما ذي يا شيخ لا قال أقسم على ذلك إنها حامل الآن وهي تأخرت مدة قلت نعم الآن لي 5 سنوات ما حملت زوجتي قال الآن حامل سبحان الله اتصلت على عبد الله وفي المجلس يا عبد الله وأنا أبوك روح بأمك قالت ابحث أنا أروح قالت قلت روح بأمك واستوصف الآن سوينا تحليل راح للمستوصف بعد 10 دقائق ربع ساعة لما يتصلون قال يا أبويا طلع التحليل إن أمي حامل لا إله يا ولد قلت روح المستوصف ثاني يمكن المستوصف ذا ما هو وفعلا قالوا حامل قال الشيخ سليمان الجبيلان والشيخ وقال حامل بولد وسيأتيك ولد ذكر قال الشيخ سليمان الجبيلان يا شيخ محمد أنت دخلت في عالم الغيب كيف عرفت هذا كلي والله بتطرق له أي والله أنت دخلت الآن في عالم الغيب يا شيخ كيف الآن عرفت أن
غامدية وأمها صحيح الكلام ذا عاد قلت صحيح وفي الجنوب وفي الجنوب قلت والله أنا باركم بأم غمدها ولد المهم قال أنا عندي ورقة للشيخ سعيد الشروي من سيرين هذه الأمة وإن الرؤى تفسر ولا تؤول يعني أفسرها ولكن لا أؤول كيف وصلت وهي رموز من خلال كلام هذا الرجل عرفت رموز معينة وتكلم تعرفني قبل كذا قال والله ما أعرف كيف من الحلم والله انتظرنا ذلك 6 أشهر سوينا إشاعة طلع الولد ما شاء الله تبارك ذكر الآن في ثانية الآن الولد ما شاء الله في ثانية متوسط اسمه أنس الله يحفظه ما شاء الله تبارك الآن في ثانية متوسط فبعضهم يفسر تفسير هذا أمام عين ورؤية أمام عين أنا بجيب لكم بعد إذنك بس مداخلة أبو صالح إحنا يجب أن نؤمن بحاجة أيضا أنه هذه الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم الغيب وهم أسباب عندهم قرائن وعندهم دلائل فممكن استشهد في طبعا في صحابية رضي الله عنها وردت في حديث غامدية طبعا فمن عهد الغامد من عهد النبي والصحابة ذكر دورهم ولكن اللهم صل وسلم على محمد يجب ان هذا حديث صحابية هذا يا اخوي لا تعترض الله صاحبة رسول الله ترى كل بنقوم عليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ما ادري وش المقصد انه يجب اننا نفهم حاجه اللي هي وش انه هذول لا يدعون الغيب الغيب عند الله سبحانه وتعالى وان ما كل يقولون وافق الصحه قد يكون صادف وقد يكون لانه حتى في الفتوى هناك خلاف وهناك لا يوفق المفتي فيجب أن نعرف الشيء هذا يجب أن نحذر أن الثقة المطلقة بهم أن نؤمن بالله أن نؤمن أن الله مكنهم من العلم لكن الثقة المطلقة بهم أرجع وأكرر أخواني اللي تفسرون الرأى أخاف والله بالناس البعض منهم لا الله يهديه كن حاضر خير حتى وأن تبين لك من الرؤية شيء خلاف ما تقول قل خير إن شاء الله وبس أما أنت خلاف على زوجك أنت أختك أنت أخوك أنا أسمع بإذني بعض الفتاوي وبعض التأويل اللي والله تحزن ما في قد تكون سبب قد تكون سبب فرقة أسر يا أبو سليمان ولا يوم من يسمع بنسمع منك أبو صالح بس هذا تعقيب ضروري اللي ندخل عليه نعم هي تعقيب حول هذا الموضوع يا أخوان الإنسان مثل ما قلت ما يتغمق بالحيل لكن في قصة كنت جبتها والله أعلم بالصواب والسبب التفسير سبحان الله يقولون كانت هذه حرمة أخذت ولد عمها من البادية طبعا يقول وصارت البنت هذه مع أخوانها ومع طرف أبوها وأمها وأخذت ولد عمها وكانت براحة وبنعمة وعندهم بيت شعر وعندهم غنم مثلا بدورهم أراد الله وتوفى اسمعوني الأخوان أراد الله وتوفى الرجل من بنت عمه يقول يوم توفى يقول له والله يوم حزنت بنت العم على ولد عم ما تخبرون وعقب زواج وعقب علوم طيبة يقول حزنت بالحال يقول قامت تشيلها الهموم قامت تجيها روية وقامت تجيها عذاب واجد يقول تضايقت يقول لا فيه بلد بجنبهم يقول فيه شيخ مشهور يقول بالروية يقول كلامه يقول مقارب الواقع سبحان الله أكبر وهو ما يتغمق بالحال لكن لا من شد عليه ودخل بالله تعلمني بهذا الرؤيا يعلمه الشكوى لله بحيث انه يشغله ويشرقه ويقول اللي يظن انه صحيح يقول عقب ما توفى اشتغلت بالرؤيا واشتغلت بامور واجد يقول راحت للشيخ يقول بالقرية وقالت والله انا مر علي رؤيا نحزني يشغلني ليل ونهار كل ما نمت واذاه قدامي يعني تكرر امرار وتكرار يقول له شيخ معترف به ورجال اني تقصر شوي والمهم قال انت للزوج متوفي قالت الله ولد عمي وتوفى قبل فتره قريبه قال والله حسب الظن انت حامل رويات يدل انك حامل قالت والله انا حامل حبل سبحان الله اي الله اكبر نعم قصه يا اخواني سولفوها ريجن عقال وانا مثل ما سمعتها جبتها مره لكن يوم اعترضت الرؤيا هذه بقولها انا يقول رؤيتي تدل انك حامل قالت حامل يا شيخ ابو عزام الرجال يهرج علبكم في الجنب والله ترى قصة ذوقي إذا حصل لها معك أي. والله دخلنا في جو القصة الله يجزاكم خير يقول قال رويات يدل أنك حامل قالت حامل حبلة
الله أكبر. قال الله أعلم رويات إنها خير إن شاء الله. قالت مدخلتك برب العالمين اللي خلقك من عدم إلى وجود أن تعلمني ما هو حل رويات. قالت أسأل عنها يا بنت الرجال. قالت أنا ما أطلع من المحل حتى تفسرها لي. قال رويات يدل أن ولد عمت أنه توفى ويدل أن تحب لها وأن تبي تجيب الولد وبعد لما نهجع الولد تبي تحصل له قصة غريبة عظيمة وتبين تاكلينه أنت وزوجت. بسم الله يا أخواني شوفوا شلون أنا لازم أني أثبت القصة حسب ما سمعتها. قال رويات تدل أن الزوج متوفي وأن تحب له ولبطنة ولد والولد هذا سوف يأتي ويحصل له طريق ومصايب وسوف يعيش وسوف يأتيس فيما بعد ويتزوج الولد هذا يتزوج وسوف يأتي لكم ولد وسوف تأكلين الولد أنت وياه سوا. ويلا قومي ما عقب هذا الشيء. راحت مرتاحة ومتروعة قالت يا ليتني ما نشدت الشيخ. اي والله ليتني. وقامت تراود عليها هموم وغموم فترة يقول وإذا هم طبح من بطنها ولدها مولود يقول له ولد. قالت بس هذا مصداق رويا الشيخ. الله أكبر. تخبرون العربان يشدون وينزلون يعني ينزلون اليوم وبكرة شادين راحلين. يقول قالت هذا الولد اللي بيجيب لي المصايب أبذبحه ونفتك من الأمور كلها. من زواجه لي فيما بعد ومن يجيب لي مثل طفل وناكل سوى مرة ثانية. قامت عليه وهو توه طايح إن اللي يقول من أمه وقدت بطنه بسكين من حلقه إلى رجله. الله أكبر. يقولون قدت بطنه تبت خلاص تبت تنهي. يقولون الورع مات. يقول والعرب قالوا نبي نرحل. يقول عندهم شجر يقول تقوم تحط الشجر عليه وتجود أثر الوالد أثره ما الولد ما مات تحمس ما تحمست بالحيل ولا ذبحته قدت الجلد اللي برا غطته بالشجر ورحلوا العرب ورحلته محلاله بجنب اخوانه ونزلوا منازل ثانيه. اراد الله وجو عرب جدد ونزلوا على هذا الولد تحت الشجر واذا الولد يصيح تحت الشجره. الله اكبر. جاتهم رعيت البيت واذا الرعته ومقدود بطنه قالت لا حول ولا قوة إلا بالله وعليه شجر ومجود والله ما أدري وين حاطة عليه حاية من حفته. المهم إنه خدت الحرمة وغسلوه وعالجوه وطاب الورع سبحان الله وقام ورعانه ورضعته وصار من ضمن الورعان من ضمن أولاد الحرمة هذه. الله أكبر. قيل إنهم الناس ما يدخلون خصتهم الورع ذا أصبح مع أخوانه وتبنوه على أنه ولد لهم ما هو من برا. يسمعونا الاخوان لو ان طولنا عليك لا معك. المهم يقولون اخذوا لهم فتره الولد هذا اللي مقدود بطنه تبر وصار من ضمن اخوانه وجاء يوم من الايام شوف كيف القصص وكيف البلاوي تجي وزعلوا اخوانه عليه وقالوا اقطع يا اللقطه. اوه اي اقطع يا اللقطه. قال انا ماني لقطه انا اخوكم من امكم وابوكم والكلام هذا غير مقبول. قالوا لقطه. المهم انه راح لامه. امها اللي رضعته وسنعته هي اللي هذه خلاص راحت. وقال يا امها انا جاني من اخواني كلام وقالوا اقطع يا اللقطه وحال حين انساني لقطه يا امي بروح اتوكل على الله وبدور امي الحقيقيه القاها ما القاها خلاص البيت هذا راعي جماله وانا الحقيقه جاني من اخواني. يقول قالت يا وليدي انت ولدنا مع العيال هذول من خلقت ومن كنت قال الكلام هذه ما يبري ولا قبل العذر به. يقول ياخذ ورعه صغير لها يقول يمسكه. قال يا امي انا ما انسات وطيبت اللي يقول مغطي لكن والله ما تعلميني لاقطع راس هذا الورع وطشه قدامت. قالت حسبي الله من اتانا مضرته ما ادري من اين جانا الامر هذا لكن يا ولدي لا والله اللي لقطه. قالت انت الله الله يا ولدي انت لقطه لقطه الوادي الفلاني. أتيناك ولقيناك حدر شجر والله ما أدري وش أنت مغطابه مقدود بطنك من حلقك إلى رجليك ولحقنا على تالي عمرك وغذيناك وغسلناك ولا في أحد يدري أنك لقطة إلا هالعيال اللي ما وفقوا ما أدري منين طن عليهم الخبر. قال يا أمي أنا ما أنسات أنت وأبوي وإخواني لكن مع السلامة ما دام أني حي والله أني ما أنسات. يقول حدر الوادي
يقول من وادي بواد ومن مكان إلى مكان، يقول إنه جذع، يقول أبو 15 أو أكبر شوي، أو يقول أبو 17، وأنا يدور ما يدري عن شيء، لكن يدور الضمائم يبي يضم مع الناس، يقول ويصلها الله على أمه هي وغنمها وبيتها بجنب إخوانها وبجنب أمها وأبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شلون هذا اللي سمعت يا إخوان، وقال يا عمه أنا ترزق الله ويتيم وأقشر وأدور اللي يشتلفيني. قالت والله يا أوليدي أنا عندي غنم وحلال وهذا أبوي وأمي وإخواني، بس إخواني ما يرضوني، يغزون على الغنم ويأخذون منها ومزعلين نبها علشان محافظينها ويزونها، لكن والله تدري تبي تضم عندي ما يخالف. اتفق هو يا راعية البيت هذه وضمها وضموها ضمته على آخر سنة تعطيه طرف ما أدري وشكله. السنة الثانية قام الرجال هذا وصار فيه مسد ويصلح الغنم بالشعيب ويزيها من الجليب، وجمع الغنم لأم لعمته هذه وطرد إخوانه، كان إخوانه كل وقت يقول حنا لنا بالغنم سهم حن نزيها ونتعب عليها، المهم إن حداهم وصار هور على البيت أول وتالي. أخذ له مده وقال يا عمتي أطلب الله العفو وأنا رجال أبو راح ترزق الله، عطيني حلالي وجاري وترزق الله. قالت يا وليدي أنت عرفناك بالصدق والوفاء والدين، لكن بعرض عليك معروض وش رايك؟ قال يا عمه ما يخالف. قالت أنا مثل ما تشوف رعاية حلال والحالي والغنم وبي الحلال يقوم به واحد، أنا أطلب زواجك أتزوجك وصير رعى البيت الغنم والبيت وهلا كل وين ذبحت له 17 سنة تأكدت إنه مات ما فيها هرجة. يقول خذها أنت يا الولد هذا، يقول للولد صقار يقول معه بندق وكل يقول كل مصبح، يقول الضبا كانت متوفرة بالأودية، يقول يروح يقول يحصل له ضبي بعض المرات وأحيانا أرنب، وهي تقوم بالغنم ترضعها، أرد الله وجابت مولود وإذا هو ولد الله، وغذوه وكبر الوليد وزان وقام يحبي وقام يمشي ويطيح. قال يوم جاء يوم من الأيام قالوا يصير عليهم ربيع، قالوا ويربعون، قالوا والحلل ينتشر، قالوا يقوم الرجال يأخذ بندقه مثل العادة، قالوا يطلع للودي هل فيها أضباء يبي يروح يرمي له يدور له ضبي ولا أرنب يتقنص يتقنص. ألم لا منها قامت خلت وراعها بالفراش، هك الحين عندهم قطايف، القطيفة هذه معروف زي يزل وتلحفهم على البرد وتقف لما جاء المطر ولا جاء الرذراذ هذا ولا القبيس تقف كأنها بيت. قامت وخلت الورع وين خلته؟ داخل 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 القطيف الفراش، وحلبتها الغنم وحطت الرتيب لبن وحطته قدام البيت واشعلت عليه، ويوم درت للبهم يوم ان حد على الغنم، وهي تروح تفرز البهم من الغنم والورع وين؟ الورع بالفراش، والرجال راح يتقنص. المهم انه اخذت لها شويه الورع قام يتخبط وقام يحبي، واذا الرتيب قدامه يطبخ عد على تدر الرتيب، ويوم قضبها كلت النار وطبح، واذا هو بالرتيب هذا رتيب الحليب اللبن، واذا الغوش فوق منه ما عاد للتالي ولا شيء. قامت مع الغنم وصلحتها وصلحت البهم على ان الورع رادد. جاك انت يا الولد الصقار ذا والبواردي ما حصل شيء، يوم انه جاء للرتيب يطبخ وهو يقوم ياكل منه، لو والله ما اللحم فيه وهو يقوم يمد يده ويقوم ياكل من اللحم ما درى عن شيء. اعوذ بالله. هي جت على طول، ويوم انها جت ووافقته قالت ما شاء الله وش هالصيد اللي جبت، والله يا من حياتي ما عمري ذقت احلى منها، من حياتي ما ذقت احلى منها، وش هذا الصيد وش هذا الضبي؟ قال هو ضبي ما هو ضبي، انا قلت انه من البهم اللي انت حاطه ولا من التلوي هذه من التويسات حاطه. قالت والله انا ما حطيت شيء. قال انا ما حطيت شيء، انا ما حطيت شيء، لا والله يوم ارتاعوا. وهي تقوم وهي ترفع طرف الرتيب، الرتيب تدبرد الرتيب اللي هو الحليب وصار مبقل اقط، ويوم رفعت له جمجمه الورع لا تتاكل والنص، لكن متلوث منين؟ من البقل من القط. قال وهي تصيح يوم صاحت قالت ابك ارفع عن بطنك، وهو يرفع لهذا بقد الخنجر من حلقه الى رجليه. قالت خيب الله رجل بعيد، انا من مصيبه مصيبه، ابك انت ولدي ولا اكلنا ورعنا
وهذا مقدر الخنجر اللي انا بيه سلامه. قال والرجال يطيح منصرع منصفر قال وهي كذلك وياخذون اليوم الاول والثاني اكل ورعهم وهذا اخذن امه ما يدرون عن شيء. قال الرجال عيف الدنيا قال وهو يقوم الرجال من وادي قلبه. من وادي بوادي قال وهي راحت لاخوانها قالوا في مصيبه قال وسوق الله على على الشيخ رعى القريه المفتي اللي قبل 17 سنه قال هو يجي قال يوم من جاء قال يا رجل انت يقولون انك مفتي للروى ونجر على شيء لا يمكن يصدق به ولكن ابى اعلمك جرى علي وهذه قصتي من اولها الى اخرها. الله اكبر. قال سبحان الله امك اللي جتني قبل 17 سنه تحققت الرؤيا اخذتك وجاء مولود وكلته قال لي والله يقول قال والله الامر صعب لكن والله ما اظني قال هل يغفر لي قال والله ما يغفر لك الا انها الشجره انخله اللي طايح قلبه يعود قلبها بعد موتها. اعوذ بالله من الشيطان على هذا شلون نعم هذا افترى على الله لا هذا من عظم من من عظم الامر وقد يكون انه زعل وقد يكون انه افترى على الله لكن الله موجود ومتصرف ولا يعجل عجلة خلقه هذا حسب ما سمعت يقول قال والله أخذت أمك وكلت ولدكم والأمر صعب والله ما أظن لك غفران حتى ما أخذ الأمة خطأ ما هو قاسي أكيد أنه خطأ إلا ما تعود إلا أنها هنخلة يعود قلبها عقب حياة يقول قال الأمر لله قال هو يحدر الوادي قال يروح من عنده قال أخذ الأسبوع عند الشيخ قال لا لان خلق قال زارق قلبه هذا طوله خضر وهي ميته عنده الله اكبر قال لو زارق قلبها قال والله الامر الهي وعظيم وانا وقعت واني اخطيت لكن ارجع لله سبحانه وتعالى سبحانه وحنا يا اخواني نجيب القصه حسب ما سمعنا الله اكبر والله اعلم هل هي موفره هل هي صحيحه هل يقول الرجل يقول حدر له وادي يقول محزن اقتل روحي ما اقتل روحي يقول قيل انه بشته يقول نزله يقول بوادي يقول ومتحسف على اموره كلها يقول ورد الله يقول له والله هم جوهك العربه يقول يشيلون لهم ميت يقول عربه مارين مع الطريق ويشيلون لهم ميت يقول والميت هذا يقول ادفن بجنب الرجال ذا وهم ما دروا عنه يقول راح وانت يا اللي دفنوا الجنازه يقول يوم اخذ يقول له والله جاي نراعي هاك البعير يقول يشعبه يقول يشعبه قالوا ينوخ بعير على طرف القبر يا اخواني الامر قد يكون انها حزينه وقد يكون إن فيها المسلم انه يقشعر منها شوي لكن احنا مثل ما سمعنا سوف نقول لو طولنا عليك نبي نكمل لا نسمع مستمتعين يقول المهم يقول ها جنازه يقول راحوا اهلها يقول له والله مجار على البعير الثاني يقول وهو ينوخ بعيره ويقول يحول قال انا حال في اللي يمين اني لا طاس حيه ولا ميته يقول هو يطلعه يقول له والله حرمه بنت يقول ميته ودفنوا اهلها يقول هو يقوم يطلعها من القبر يقول هو والله يكرم من عندي يقوم يفتح علبه وهي ميته يقول والرجال يغاب ذهنه يقول وياخذ يقول له قناه معه يقول ويجي الرجال على الحرمه قال وضربه يقول مع جمهاته يقول لا والله دماغه شايل عليها يقول لهم ميتين الاثنين هذه ميته من قبل قالوا خذ الشجر قالوا غطهم كل ابوهم سوا قال للرجال يركضون مع الوادي قالوا وينادون اثر الشيخ ارسلهم قال الرجال اللي انا افترت على رب العالمين ما تجي له توبة حتى هذه النخلة يطلع قلبها طلع قلبها وهي ميتة الرجل هذا وش فعل فعل شيء قال يوم من جو رجال الشيخ قال أنت فلان قال الله الله قال لنا كم من يوم ندور عليك يلا يلا حنا وياك للشيخ الشيخ يقول مرموق ورجال فيه خير لكن ترى يخطي من أخطاء ويصيب من أصاب ما بيشك قالوا جيبوه للشيخ قال أنا افتريت على الله وقلت والله ما يعود لك قلبك ويعود لك الإيمان إلا أن النخلة هذه اللي طلع قلبها الميت أن قلبها يطلع قموت وشوف الحين قلبها يجي له نص متر طالع حية وقلت أنت فعلت شيء وش فعلت قال يا شيخ ما فعلت شيء خلي فالي وخلي أروح خلني أروح حتى أن يموت قال فعلت شيء قال ما فعلت شيء المهم الشيخ حده ويوم من حده قال يا شيخ أنا فعلت سيدة وسيدة فيه رجال وطاله ميتة وذبحته عليها حال حين هناك هذا مغطيهم بالشجر وحال حين يا شيخ دليل الكلامي خلى الرياجيل مشوا مع اثرنا يقول جو كل بهم سوا قال يوم منهم جو يقول له والله الرجال قال متولي للمراه قال لا دماغها عليها قال حفروا لهم والله والله وكيلهم خلاص انتهينا منهم
قالوا يجيبه، قال انت يا رجال ان شاء الله انك رجعت وللتوبه وامورك رجعت ان شاء الله، لكن تحاول تجيب امك، وامك ان شاء الله محفوله مكفوله، وانا ودي انا يا الشيخ انها تكون من حضابه البيت سواء عندي ولا عند عيالي. يقول راح وجابها وجاء قال جميع ما مضى على هذا الولد صحيح؟ قالت والله صحيح يا شيخ، جيت قبل 17 سنة الله وعلمتني أكبر. بالرؤية والرؤية تحققت وصارت، وهذه من أولها إلى آخرها، وهذا ولدي عندك. قال هذا كله به غلط، والكلام اللي أنا قلته كله به غلط، لكن تحديتين ودخلت من رب العالمين وعلمتك بالحقيقة حسب ما أعلم، وولدت إن شاء الله أنه تاب، وأنت تايب، هو الأمر اللي جاكم بدون اختياركم، وحال حين أنت إن شاء الله من المقربين ومن أهل البيت، وترى ما عليكم شيء، توبوا لله والحمد لله، وأنتم من المقربين حولنا. وتنتهى القصة يا أخواني على الحاضرين والمشاهدين، وحسب ما سمعنا قلناها يوم تهيأ لها الرؤية وسلامت الجميع يا أخواني. الله يبيض وجهك يا أبو صالح. والمعذرة من طول القصة. وقصص الأولين عبرة، والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر. ما يقنط من رحمة الله عبد مسلم. اللهم لك الحمد والشكر في قصة الرجل اللي قتل 99 نفس. الله أكبر. نعم. فقال هل لي من توبة؟ قال أحد، قال لا. فقاتل عباد، راح إلى عباد، وراح إلى أن إلى أن جاء قال لك، قال سأل، قال لك توبة؟ قال اسأل فلان. في طريقه بيسأل فلان التوبة مات. فيوم مات جته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قبلها وانت صادق يا أبو تحول، نعم. قال لا يمنعك، جاء إلى رجل عالم قال وما يمنعك من التوبة ولكن غير المكان. غير المكان. فذهب، ذهب إلى غير المكان، بغير المكان، وفي المهم في طريقه الى ان وافه الاجل ومات. يوم مات الله اكبر وش اللي صار؟ جاءته الملائكه تتسابق عليه، ملائكه العذاب وملائكه الرحمه، ملائكه العذاب وملائكه الرحمه، الى ان وجدوا القرب من مسافه المكان اللي هو ذهب له اقرب، فغفر الله سبحانه وتعالى ملائكه الرحمه. نعم. قال يكون ان الله سبحانه وتعالى طوال الملائكه احنا كنترول، بس عندنا مجهز مفاجاه او شيء معنا كنترول. خلنا نخلص من الله، نخلص من الله هذا بعدين. طبعا يمكن تخص ابو سليمان. طبعا يا الربع كلنا بنركز على الشاشات، انا والله ما ادري ايش السالفه. يقول في مفاجاه لاحد الموجودين هنا. طيب اخر مفاجاه شوي نكمل. لا نكمل ولا خلها تطفى. هو ايش الواحد من الحاضرين بس ما ادري وش هي. نشوفه. يلا سترك، خلها تجي، خلها تجي. استريحوا. طبعا ابو سليمان احنا ودنا نعرف وش اللي سويت انت بعض المفاجاه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على اوكي هذا صل على النبي. اللهم صل على طلعت المفاجاه ترى ما هي واضحه بل. تحقيق انجاز دخول ابوه بشكل قوي الساحه في الاعلام. الشاعر والاعلامي سعيد الرمضاني استطاع في فتره قصيره من الزمن تحقيق انجازات كثيره، معلنا دخوله بشكل قوي في الساحه الاعلاميه. اشترك في الكثير من المسابقات الشعرية وخصوصا الإلكترونية وحقق فيها المراكز الأولى. دشن أكثر من فيديو كليب لبعض قصائده وحققت ملايين المشاهدات. رفرفي يا رايات العز من فوق الغمام، وابشر ابشر يا وطن نالي يا حال الوعد، كلنا من تغنى بقصائده كبار وعمالقة الإنشاد أمثال حسين آل البيت، شبل الدواسر، بندر المعوير، حمد الطويل، عبد الكريم الحربي، منير الجميل، فلاح المصري، عبد العزيز اليامي، محمد بن غرمان، خالد العميس، محمد فهد، مشاري بن نافل، وغيرهم الكثير. وقد تجاوز عددهم 23 منشد ونجم، وتجاوز مجموع مشاهدات قصائد وشيلات الشاعر سعيد رمضاني على اليوتيوب حاجز 30 مليون مشاهدة. كتب كلمات أبغيت المليار لقناة بداية الفضائية، كما كتب كلمات أبغيت الحفل الختامي لبرنامج حياتك والذي يبث على قناة بداية. نرحب من بداية إلى لا نهاية، هلا يا مشاهدين.
عدة مساجلات ومحاورات شعرية مع كبار الشعراء على الساحة، أمثال الشاعر سلطان الهاجري والشاعر عبد الله بن بتكر. أنا أحب الشعار سلطان بن وسام، قصيدة اللي غنى بالإبداع كفاني، كلمات الشاعر سعيد الرمضاني. له عدة لقاءات ومشاركات على عدة قنوات فضائية، شارك في العديد من الأمسيات الشعرية في الكثير من المحافل والمناسبات، عضو رسمي مشارك في برنامج المشوار يبث يوميا على الهواء مباشرة في قناة بداية الفضائية. نشكر نشكر كنترولنا على هذا العمل، شكرا لقناة بداية على دعمها لأعضاء هذا البرنامج، وبإذن الله هذه مفاجأة والله العظيم أني ما أعلم عنها شيء، والله العظيم كل الشكر لكم، وتستاهل يا أبو عزام كل خير، تستاهلون الطيب. وهذا الوفاء ما هو بغريب، أول شيء على شاشتنا شاشة بداية، هذا أول شيء، ومخرجنا أشرف ولا نايف الجعيدي ولا أبو فزاع ولا جميع العاملين في القناة، هذا الوفاء والله ما هو بغريب عليهم، إحنا هذا اللي تعودنا منهم. الشيء اللي أنا أبغى أقوله، أنا شفت في آخر المقطع فريق الدعم، وأنا أقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم إن كلمات الشكر وعبارات الشكر والوفاء، وإنها ما تكفيكم، أخص بالكلام هذا فريق الدعم، إنهم بيض الله وجيههم، سهروا تعبوا دفعوا سووا الشيء الكثير والكثير اللي أنا والله العظيم إني أعجز عن شكرهم، وأنا متأكد أنهم ما سووا الشيء هذا إلا محبة، ما سووه ينتظرون الشكر ولا الثناء مني، فأنا أقول الله يبيض وجيهكم ويرحم والديكم، وإن شاء الله أني أكون قد الثقة اللي أنتم حطيتوها فيه، وأنا والله أني كل شرف بكم وبدعمكم وبوجودكم في جنبي، والله العظيم أنه يحمسني ويخليني أقدم كل شيء مميز. أنا والله العظيم أني ما أدري عن الشيء هذا، والله أني ما أدري عنه، لكن أنا أقول الشباب في الإعداد بيض الله وجيههم وبيض الله وجه فريق الإعداد اللي تواصل وتعب وسوى الشيء اللي إحنا شفناه اليوم، صراحة مشرف. وكذلك أشكر لا مشرف الدعم ولا مدير الدعم ولا جميع أعضاء الدعم كلهم، يستاهلون، والطيب يستاهل الطيب. الشيء الثاني، أنا نجاحي بعد الله سبحانه وتعالى، إذا كان حققت نجاح فأنا ما حققت إلا معكم، وأنتم تاجا على الرأس وأخويا، وبمساندتكم وبأخلاقكم وبوفاكم معي، هذا هو النجاح الحقيقي اللي أنا حققته، والله العظيم أني كسبت إخوان على محزم مليان في كل وقت، والله يبيض وجيهكم، والله العظيم ان الكلام يعجز، انتم عارفين ما اعرفه، ما اعرف اسرد، انا ماني مثل ابو رياض اسرد الكلام، لكن الله يطول، والله العظيم والله العظيم انكم فرحتوني كلكم، ما في وتنومست، وبيض الله وجيهكم، شاش راسي والله، لشاش راسي حرام بالله، وارفع لكم العقال للامانه، اقول والله انكم فخر، والله 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 للامانه، يعني سيد الرمضاني من الناس اللي أنا الحقيقة تشرفت بمعرفته، ولاهونا جميع إخواننا في البرنامج، أبو صالح أبو سليمان كنا نتابع من خلف الشاشات، أبو عبد الله، ويعلم الله أن متشرفين بمعرفتكم والجلسة معكم، وهذه ثلاث شهور مرت ما كنا إلا ثلاثة أيام، وكذلك تشرفت بمعرفة أبو رياض وابو مشاري اخونا، والله يبيض وجه ابو فزاع اللي اختار الاعضاء المجموعه مشرفه، وابو عزام بما ان يعني كانت المفاجاه اليوم لابو عزام من الشعراء الجميلين الحقيقه، انا دائم حتى يعني خارج البث بيني وبينه تواصل، وكثير اطلب منه قصيده اللي هي 27 عام، ايه، وكنت اسولف انا ابو مشاري اللي هو اخونا فواز الهفت نصب عليه بالخير، واسولف معه قلت انت ما سمعت قصيده سعيد،
فقال سعيد له قصائد جميله كثير. قلت يا اخي القصيده هذه حبيتها حق 27 27 عام 27 احنا لازم نسمع. فاذا كان في مجال وان ابو عزام يسمعنا القصيده لاني انا والله من اشد المعجبين بشعره ابدا، لكن أبشر. القصيده هذه يعني بالذات ابشر يعني بس خل العيال يخلصون وابشر. طيب انت بتدخل قبل ما اعلمكم ايش اللي طيب احنا كنترول يقول في مفاجأة ثانية. قول له اخر دقيقة بس دقيقة. يا مهندس اشرف صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. صباحكم الله بالرضا والسرور يا مشاهدين ويا جميع الحضور. إن الشرف بنا نسوى الفطورة بالروس أمنن والعسل فوقه صبه تستاهلون الطيب يا أخواننا تستاهل يا لا لا يا لا 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 تستاهلون الطيب يا أخواننا. صلوا على النبي. أولا يا طوال العمار فحنا سوينا العصيدة على الطريقة اللي تشاهدونها. حطيت حليب ولا لبن؟ حطيت حليب. العصيدة دائما تحب اللبن. سوينا يا طوال العمار اللي هو الدغابيس أو ال يعني الدغابيس تسوى بطريقة ثانية باللحم وكذا، لكن حنا سويناها بالطريقة اللي تشوفونها. هذه سما قرد أو مصابيع أو دغابيس أو كما يسمى. تقطع طعمك الدقيق في حليب، افضل شيء يكون في الحليب. العصيده سويناها على اللبن وفالكم السمن والبر والعسل تحريبا. وهذا اقل مجهود نقدر نقدمه لكم. وعلى كل حال شكرا يا مهندس اشرف انك صبرت علينا. طبعا هذا طال عمرك الان بنصب فوق العسل وهذا يستوي دقائق ويستوي. احنا بننتظر حتى انه يستوي. نشوف المفاجاه اللي يقول لنا يستوي. قبل المفاجاه هذه نسميها عندنا المثريه. خل على الاكل على الفطور باخذ تفاصيله كامله. طيب منكم. ابشر. كنترول تعطينا مفاجاه ثانيه تقول تحمسنا والله. والله انا توقعت المفاجاه الثانيه. والله ماني داري وين. انا توقعت. لا 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 والله ان اليوم والليله افراح وسود يا رياجيل انغلاكم وصلي للنجوم مرحبا يقول الشاب وين وبشويد لن راع المكرم ماني الجح. سلام. يا سلام على الطيبين. تجي جميل جميل جاي. وين راح؟ يجي يجي يجي. ردوا ما يروح. لا يروح يا اخوي ترى متشوقين له والله ما شاء الله تبارك الله. طيب احنا نبي ناخذ منك وش قصه المقطع هذا يا ابو سفر؟ طبعا هذا اول شيء انا بسالكم من وين اخذتوا المقطع؟ لا انا سالكن والله هذا من ما اذكره هنا بالضبط يعني لكن من حيث المناسبات اللي انا حضرتها في زواج اتوقع من الشاعر الكبير ومدرستي في الشعر بعد وفاة ابوي واللي هو صراحه اني اتشرف بصداقته وتعلم منه الله عليه اللي هو الشاعر الكبير عبد الله العلاوه الحارثي يصب عليه بالخير. ونعم هذا هو المقطع. لو يكمل المقطع بس عشان اشوف الشاعر اللي معي. عاد تعطي صوتك كنترول. طبعا يمكن ان هذا هو موجود عبد الله لا والحمد لله. بس كمل انت من الصوره استنتج يمكن الصوره. هذا طال عمرك على لون العرضه بدأتي هذه على لون العرضه واكيد بيشكر عبد الله العلاوه. ذكرت المناسبه هذه تقريبا عند الشيخ سعد بن مني الله الشوي بالحارثي الله يصب عليه بالخير. بعد هذه مناسبه عندهم وكنت اغني انا وعبد الله العلاوه ذاك الحين يا ولد وكان هو يدعمني في وجهك ذاك الحين مو مثل وجهك الحين زين. انا وجهي زين دايم ان شاء الله. ان شاء الله زين دايم والله جميعا. لكن والله يا ابو سفر يعني للامانه والله انه ما شاء الله ابو سفر يعني جامع شاعر عرضه وشاعر نظم وشاعر محاوره هذه حاله الامور. اي هو جامع كل علوم الطيب هو جامع علوم الطيب كلها والشعر ما بغريب عليه راعي وفا ومن وربع اهل وفا ما بغريب. الله يطول بس خلي يكمل عشان اشوف رد الاله. بس الظاهر عندهم المقطع لما فهمت هالوصله هذه الظاهر بدون صوت يعني اللي جاهم يمكن بدون صوت ممكن لقوه رابط ممكن هذا من هو ممكن هذا ابو سفر منصور. اي ما بشكل لكن الناس نشوفه وراه. هذا الشاعر عبد الله هذا يلعب هو يا شاعر. وش اللي الطرق اللي كنتوا تلعبونه؟ هذا طال عمرك الشقر. الشقر اللي الارض الجنوبيه
الشقر يعتبر من يعني نوعا ما من اصعب الطرق الشعريه، لانه تشقر البيت اصعب طال عمرك وانت تطوع الصعايب والاقصر باخوان الشعار. للامانه يعني الشعر رساله، ونتمنى ان شاء الله ان نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يرضي ضمائرنا واللي يفيد نفيد فيه الناس. وهذه المناسبه كانت ذكرت هذه بعد عيد رمضان اللي مضى، بعد عيد رمضان، والشقر من اصعب انواع الشعر. فكان عبد الله العلاوه شوف يقول لي غن، هو كان يعني داعم لي وشافني متردد ان الشقر صعب، وقال لي لا غن وانا اللي ابدا ارد. والله يبيض وجه ابو ياسر حقيقه انه يدعمنا انا ومعي كثير من الشعراء في القبيله مبتدئين، وهو يعني خلفنا في التوجيه دائما، وانه يحمسنا ويعطينا دافع معنا، وحتى في المناسبات الكبيره يقول غنوا وانا معكم. والله يبيض وجهه ولو بغريب عليه كذا الكبار. الله يطول عمره ويبيض وجهه. وشوف موقفه الطيب معك ذكر في حدا هالمنابر الكبيره، لانه دائما الكبار يوم يصعدون فوق في كل شيء الكبير الله سبحانه وتعالى، والطيب منهم يبتل طيب بعموقه، وان شاء الله ما بربعنا الا كل طيب. الله يبيض وجهه. تسمح لي يا لا لا يا لا 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 باسمي وباسم اخواني الحاضرين، تستاهلون الطيبه يا هالثنين، ما نا لست الابداع ما نستغربه من بداية، وطيب دايم منبعه من هلا. لا 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 يا لا لا يا لا لا لا، وطيب ما نستغربه من هلا، باسمي وباسم اخواني الحاضرين، تستاهلون الطيبه يا هالثنين، الابداع ما نستغربه من بدايه، الطيب ما نستغربه من هاله، والطيب ما نستغربه من هاله. روح يا ولد روح. فقع عيوننا يا ابو سليمان. روح. والله نعجز عن شكركم كنترولنا، ونعجز عن شكر الجميع القائمين على هذه القناه، يعني اللهم لك الحمد والشكر. احنا وياكم اكثر من شهرين قدمنا تعب الشباب، والله ما هو بسيط التعب اللي يقومون به الحاضرين جميعا، كبارنا وشبابنا والكبير الله سبحانه وتعالى كبار قدر. برد عليك فنشكركم. برد عليك الشقر بس عيوني. يا لا 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 لا، دام البقايا البدو والحاضرين، يوم الأحد يشبه ليوم الاثنين، يوم الأحد يشبه ليوم الاثنين. وش البيت الثالث؟ من بداية. طيب ما نستغربها من بداية، ما هي نهاية، هذه ما هي نهاية، تراها بداية، والعذب له عده وله ما نهاله. يا لا 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 لا، والعذب له عده وله ما نهاله. طبعا هذا شقر الابيض بيض الله وجهك، من قال ابيض وجه. اشكر الحقيقه الشيخ عبد العزيز العريفي، وتستاهل الطيب ويستاهلون وتستاهلون كلكم، واشكر كذلك المدير التنفيذي الاعلامي المميز سامي الجعوني، اشكر ناصر الحربي، اشكر ابو فزاع، اشكر طاقم العمل في قناه بدايه جميعهم، اشرف ونايف الجعيدي الله يبيض وجيههم، ومنيب بدون تخصيص يعني على اساس اني ما انسى احد، الله يبيض وجيهكم، اعطيتونا فرصه المشاركه، والحقيقه انكم فاجاتوني بالمقطع، انا ما ادري من وين حصلتوا عليه، لكن اسال الله الكريم ان يجعلني خيرا مما تظنون، وان يغفر لي ما لا تعلمون. الله يبيض وجهك، وشكرا لاخونا المخرج اشرف، المعد نايف الجعيدي، الشباب جميعا والله ما نسينا اسمه، فوالله انه ما ننسى قدره ومكانه بقلوبنا.
مضت معنا يا ابو صالح لو من يسمع اكثر من 60 يوم كأنه ساعه. الله والله أكبر. ما كأنه الا ساعه. الله أكبر. اسال الله ان يجعل كل ما قلنا عبر هذا المنبر شاهد لنا لا علينا وان يجعل اعمالنا دائما خالصه لوجهه الكريم. امين يا كريم. ساعدنا ابوكم الشباب وانا ما يبقى لي شيء الشيبان انا ما يحتاج قل لي براسك كل الله يطول اعمالكم كبار الله بجاهكم كبار بقدركم كبار بوجاهكم الله يسلمكم الله حق والله فاجئونا مفاجاه كانت جدا والله. لا لا عندهم ترى مفاجات بعد واجد اجل ابو صالح عندك علوم والله ما عندي علوم لكن اتوقع انا والله الذي لا اله الا هو قال مفاجاه عندنا اللي يعني لا جميل والله ما ادري وين تطبح لكن اذا ما كانت ما مفاجاه ما لها ذوق عز الله من والله العظيم اني متفاجئ يعني نفس الشيء انا ما كنت ادري ولا ادري وش وكنت اتوقع المقطع بس خاص لابوها عزام من فريق الدعم لكن الله يبيض وجيههم يعلم الله ان لقينا عندهم المفاجآت الجميله اللي تسر الخاطر الله يبيض وجيههم مفاجأة جت الدعوات الطيبه المباركه اي والله جت بوقتها الحقيقه ويشكرون كلهم كبيرهم وصغيرهم البارح اعتذر من ابو رياض اتصل علي عشان قصيده ابو رياض اسمعك القصيده اليمني اليمني والله اني اليوم احاول اسجلها وارسلها لك باذن الله يقولون نالت استحسان واجد وهي قديمه 1950 ترى لا اله الا الله حلوه 1950 شارفت على قرن الا 10 سنين يعني شوف كلماتها طيب. قال لها قوي صدى سبحان الله الشعر يبقى الشعر عند العرب محفوظ مكانه ومحفوظ صداه بمعناه على طاري او بذكر الشعر يوم شفت النجر طلت علي ابيات للشاعر مطرب مفلح العم السهلي الجعفري العنزي فهذا توفي الله. رحمه الله عليه عام 1417 تقريبا في عيد الفطر فكان من الناس اللي الاولين اللي عاصروا الزمن هذا لكن راعي شبه نسميه احنا الديوانيه او الشبه تضحى فكانت الناس تجيه على التسلم الاول يدق ويحمس ويطحن ينتظر ضيفانه عنده هاي الشاب يدق ويحمس ويطحن على قولت الوالمه وامثلناها مجدده الله اكبر تصير دائم فقلت فقال هي على النجر ابيات على النجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دنت النجر لولا دنت ما اشتريناه دني النجر النجر لولا دنته ما اشتريناه يقول حلفت مرخص طويل الصوت لو حط بالبيت طاحونه يزين دقه بكل وقوت واللي يبي الكيف ينصونه واللي والله غير الدقه اليا ما اموت رحمه الله عليه توفي والله لدقه اليا ما اموت وفى واليا مت انا لا تبيعونه واليا مت انا لو تبيعونه النجر عقب الغلا صار مشلوت حطوا لهم بنت من دونه اللي هي الطاحونه ما تقول حولي عرب وبيوت وراعي بيت شعر وبدوي دفع البلا ما يدقونه وجيل طلع ماكله بسكوت طلع النخل ما يذوقونه يعني هالتمر ورد علينا دجاج وحوت قرطاس باغه يلفونه حتى لو لاحظت الفصاحة بالمفردة الحوت شوف العرب أو الأولين والتالين بعفوية بسليقة مفرد حوت أو كلمة حوت تطلق صحيح صحيح. على كل السمك على كل السمك فقال ورد علينا دجاج وحوت حوت. فرحمة الله على أبوه يشمل جميع الأسماك مفردة نعم مفردة لكنها جامعة بالبحر هي لأنه فنسي حوته ما في البحر مين معقول أنهم راكبين سفينة ويأخذون حوت كبير يوم من القصة اللي وردت في صورة الكهف أمس رويت أبيات عن الكروش فرس فممكن أنا نسبته للجربة وأنا أعتذر من هالمنبر الله يجزاك والخطأ عفي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفى عن أمتي الخطأ والنسيان في أمور الدين أما أمور الدنيا لجواد عدارة يقول يا بيهن الكروش معطي ولا بيع قبلك طلبها فيصل وابن هادي هذه العبيدة العلي الرشيد وليست الجربة أنا اللي أزل وأنتم اللي تعذرون الله يجزاك خير طيب ووفاء من باب حديث. والله قلت له حفظ الشيء لحاله وكلهم هذا وفاء وهذا طال عمرك ان الانسان دائما يعني سبحان من لا يخطي يعني نخطي واللي اخطينا في امور مثل هذه طال عمرنا نسبناها لفلان وفلان فالله انه يتشرفون كله يعني كان الروايه انها تجمل يا سلام جمل والله رويناها طال عمرك ابو رياض والله انه يتشرف ولا رويناها لابو عبد الله ولا ابو صالح صحيح هذه
فلذلك يا طول عمرك يعني لا يأخذون الأخوان مثلا طول عمرك أن ابن حمود يجيب قصيدة ولا أبو صالح يجيب قصة ويكون فيها اللي فيها يعني ترى والله إحنا ما تعودنا أن يعني ما قصدنا أن نخطي ولا نظلم لكن هذا حسب ما وصلنا الله فاعذرونا في أن الأجواد عذارة ربي هل يعذرونا يا أخوي ترانا نخطي وترانا ليقول هذا البشر نقول ما يقال شوف وترانا ما بعض مرة نتغمق وحنا ما ندري لكن حسب ما يقال نقول وبعدين في ناس ثقاه يقولونها قبلنا وحنا نقولها وكذلك أبو رياض جزاه الله خير اعتذر وتقبلون إن شاء الله العذر وهو ما جاب إلا عن اجتهاد وكل أبوهم رجال طيبين اشتهلوا وكلهم والله ما أيوة كلهم الوافين وكلهم من عرب واحدة كلهم من شمر العريقة ونفخر بكل قبائلنا وديارنا يا سلام جميل. الله يبيض وجهك. نحترس سفرة. نحط فطور. أبو سليمان والله العظيم والله العظيم والله العظيم هذه ثلاثة إيمان. وافي حبيبي. إني أحرج منكم جميعا إني جالس ولكن ضوابط هذه أمامكم أمام أقسم بالله إني أقوم غصب مع إنه يعني وقعه الإعلامي وقعه قدام المشاهد في على الحرج إني أنا اللي جالس وأنتم اللي تخدمونا. لكن والله ما هي بلي. ودك أقول لك. والله الذي لا إله إلا هو أنا ما هي بيدي. ودك أقول لك. أنا بطبعي ما أعرف أجلس. طبيعي خلقه. أبو رياض. سلام الحمد لله الله طيب اللهم مسكك بهذا بهذا الاجهزه يعني لو ما فيها الاجهزه طبعا ايش نسوي بك ما تمسك ولا معنات الخير بسم الله عليك الله يمد بعمرك والله من بعدكم من بعدكم من تسمعون جاني رساله يا رب حط هذا انت كلام كلام درر يكتب بماء الذهب بعض الرسائل تفيد جميله قال جد الحفيده يوصي حفيد يا سلام يقول لا تكثر من مديح من تحبه ولا تماشي من لم يطع ربه لا تثرثر بالمجالس ولا تسلم وانت جالس الصديق الذي تخلى عنك لا تسعى لقربه لا تهول ولا تتكبر لا تلين ولا تتجبر لا تهوز لا تهول ولا تتكبر لا تلين ولا تتجبر الصادق لا يحلف والواثق لا يبرر والمخلص لا يندب الكريم لا يمن والمحب لا يمل كن كما أنت ولا تكن كما يريد غيرك الله احترامك الله. للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم ولكنه مبدأ نتعلمه من دينك وتربيتك ولكنه مبدأ تتعلمه من دينك يا سلام. وتربيتك يا سلام. احترم احترم تحترم تحترم يا فكن سلام. ثريا بأخلاقك غنيا بقناعاتك يا سلام. كبيرا بتواضعك لا تنظر لمن يتكلم عليك من خلفك لأنه في الأصل هو خلفك وليس أمامك يا سلام يا سلام لا تخبر الناس كم تحفظ وكم تقرأ من القرآن الله أكبر دعهم يرون فيك قرآنا خل القرآن هو يتحرك بك الله يتوب علينا أطعم حبيب. جائعا ارحم يتيما سامح مسيئا الله برك بر والديك صل رحمك ابتسم للجميع فليس العبرة أين وصلت في قراءة وحفظ القرآن إنما أين وصل القرآن فيك أعجبتني فأحببت أن أسمعها لكم بيض الله وجهك وبيض الله وجيههم هم هذه يا أخي حكم والله أنها هذا واحد جد يوصي حفيد الله أكبر جد كبير سن يوصي ولد ولده نعم الوصاة العرب عرف عنهم الفصاحة وعرف عنهم النباهة وعرف عنهم البلاغة لأن الله سبحانه وتعالى تحداهم بإعجاز القرآن الكريم الله أكبر فهذه ورث لنا جيل عن جيل أسأل الله أن يجعلنا ما نرث إلا كل علم نافع وأن نورث كل علم نافع فالفصاعة عند العرب وش تقولون أبو سليمان شوف وش بيده وش قدامه أي والله وش الرجال قلب أبو سليمان وقادي وش يهو جسم الرجال وخلوله أحلها وملها وسرحها يا وروحها وش هذا الزين وش اللوم الطيبة تبارك الله بوريا قول ما اخوياك والله ما نتعدى عليك ابو صالح والله ما نتعدى عليك تفضل الله يحييكم ترى حي بالمطر الله يعافيك تسلم تسلم ما شاء الله الله يجود عليك ويرحم والديك وترى يا الربع يا هلا بالطيب من اهله ترى يا الربع فيه مفاجاه لابو سليمان اليوم الله يرحم والديك بأسك انا بس ان كانت تتحمل ما يجيك سوي اللي ودك تسوي لكن لا لا مفاجاه طيبه يا ابو سليمان والله ما يجي مثل لطيف بالشاشه ولا بغيرها طيبين ها الشاشة ولا بغيرها؟ لا لا ما هو بالشاشة مسموح صور العيزة على الهوم باشا لا تتعبون الملاكم ترى بعض الشيء يتعب الزميل
ابو سليمان وشك جايل يا اخو. من ثمرات وحلاوه هالمنابر ان خلط ثقافات. انا والله العظيم دخل علي ناس من ليبيا ودخلنا علي ناس من الاردن ودخل علي ناس عبر سنابي تفرجوا يا اخو وقالوا انت تتحفنا بسامي الاكلات وتعريفا. يعني كل أكلة تجي تلقانا نسأل عن اسمه وتعريفه. اي نعم. ودي تكرمنا يا ابو سليمان بتعريف كل الأكلة طريقة سواه اسمه لأنه تقاربت هي بالجزيرة العربية. تقاربت عندنا بعد حتى فيه تقاربت اللهم فرق المسميات. تقاربت ما شاء الله. ما فيها شوكة ناكل بها. لا والله كل الأمور طيبة. اطرب تاجر يا أخوي. صالح استرح. اطرب بسم الله. ما شاء الله. اضرب بيمين. أنا بصير بنص علشان من هنا ومن هنا. اللي يبغى ياخذ. نمشي. الله يرحمه. يا رجال ارتاح. خليني أرجع على شارعين الله يجعل. الله يطول أعماركم. وش رايك من تربع والربع؟ ايوه تربع ابوي سليمان انت وافي ولا قصر ما عليك زود. طرى علي رحمه الله على والده اخوي عبد الرحمن عبد الرحيم ابن محمد بن رده المالكي رجل ولا فضل على الحاضرين. كان كل يوم الصبح خميس بالدوام امي تقوم قبل الفجر تصبط لنا اكلات جنوبيه. الله يجزاك جميع الاكلات الجنوبيه عرفناها عن طريق ابو محمد الله يصلح له النيه والذريه ويرحم والده على النار. فكان دغابيس عريكه هريس كل الاكلات شيء يحضرني وشيء ما يحضرني. والله تشوف الله من طيبكم ومن جيرتكم الطيبه. ترى هذه ابو ابو سليمان وش اسمها؟ هذا طال عمرك نسميها طال عمرك قرد او مصابي. طيب احنا نسميه مطازيز او مطازيز رحم الله والدي. ارهب جلوف هذه اما هذيك العصيد هذيك العصيد هذه عندنا نسميها الدغابيس أسلم. لكنها بالمرق. ايوه انا قد اعتذرت يا عبد الله منكم يا اهل الباع. هي طبعا الدغابيس اكله يعني اختصت ببداية غامد ولا لا؟ غامد وزهران غامد غالي غامد غالي الخبزه والعصيد عندنا هذه يسميها المثريه ولا العيش. ايوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هي تقوم على البر كله صح؟ هي هي هي. الان هذا حطيت بر ولبن وخليت ينطبخ ينعصد ينعصد هذا اقول لك ما شاء الله ما شاء الله نحط الدقيق مباشره في الله يجزاك خير يا ابو سليمان عادي يسوي على اللبن ايه. اللبن يمركبه في القدر يا ابو صالح وانا في الاخوان كلهم تسلم. نعم. ترى له طريقه عشان انهش ما يتقطع او يصير يعني يا سلام. لازم تحركه على طول حتى انهيه يعني قدام ما يفور لازم تستخدم المصنع شفتوا المصنع ايه. حتى انهيه اما بالنسبه طول اعماركم اللي هذه اللي هو اللي سوينا اللي هو الله يبيض وجهك ما شاء الله معلومه ابو سليمان قبيل سويت حركه ما شافوها ظني ما ادري انتبهوا لها المشاهدين ودي انهم انتبهوا لها هزمت لك حيدنا من الضوء هذيك ونطلت به في حق مثل ذا ودخلت دخاخين وغطيته هو علمنا وش السواه وليش السواه الله لا يهينك ما دام انك جبتها راح اجيبها راح اجيبها والله ان شاء الله لا انت اللي دورت على تطيحهم بالوجار بس يعجبتني الحركه جيب الحجر يا ولد يا حجر حار يا رجال لا لا تحت وانا ملقاط خلاص خلها عندك هي اي واحده فاضيه اي حجر تبي حجر صاخر ولا بارد الحار ولد يا ولد هذا اي هل تحطيت وراحت تخاخينه وعجته هذا كله بوهي بارد لا ما عليه هذا يا طوال العمر طبعا كان عندنا من الخشب يسمونها طال عمرك مدهن او شيء طال عمرك يحطون فيه الدهانه احنا نسميها دهانه زمان اللي هي الزبده احنا نقول الدهان المدهن طبعا هو من الخشب من خشب معين خشب يسمونه الغرب وجميل مرة واحدة حتى غرب ولا قرب غرب الغرب معروف الغرب غرب اللي هو سوى منه هذا الصحاب نعم. هذه طلع عمرك صناعية طبعا هو يسوى لأنه كبير الجذع ونفس الوقت لا يتآكل بريا عندك واحدة بسم الله ما شاء الله تبارك والله العظيم أنا غالي من غالي ولا والله لو ألقى أطيب من أن تجيك والله من أخوي عبد الرحيم المالكي من غالي من غالي ولا دارجوا لك هذه بداخل الله شاء الله لأنك طلع عمرك تستاهلها وأنت تعطيها حقها ومي يسمع فطبعا عمرك طبعا في الاول الدهان يجمعونه ويحطونه في المدهن الدهان هذا السمن اللي لا هو الزبد 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 قدامي لسه هو إيه؟ يعني بعدين يا طوال العمار اذا يبغون يصلحونه على اساس يفصلون السمن هذه ويكون سمن الورق يقعد يكون اسلم ابو سليمان وياك يصير سمن نقي السمن يا طوال العمار تبغى فناجيل السمن يا طوال العمار اذا حفظوه ترى ياخذ له طال عمرك بالسنين لكن بالطريقة هذه لازم تسوى الطريقة هذه عشان ينفصل طوال عمركم السمن من الشوايب بقية الحليب بقية اللبن بقية لا سمح الله يكون في الغنم في شعر
في شيء. فهذه طال عمرك الطريقة اللي هذه مصفات، هذه فلتر. أيوة يحطون دقيق ثم يحطون الحجر عليها ثم والله يا دخان هو عجعج. أيوة يسوونه بالطريقة هذا وطريقة معينة، لا يخلونه يستوي زيادة ولا يخلونه طال عمرك يعني أبيض، لازم يكون أحمر أشقر. ليش ليش يا أبو رياض؟ طريقة موجودة على أساس يكون زي كذا، شفته أشقر عشان السمن يجي أحمر ما يجي باهت أبيض. يا سلام. خذ ثم طال عمرك ما أيوة. تأكلك ثم يا طوال العمار يقومون عليه. يا طوال العمار اعطني الملعقه، احنا نسميها الفصله ظني. لا اعطني ملعقه من هناك، ملعقه نص. ثم وش يسمونها؟ شوف يشيلون طال عمرك الشوايب هذه يطلعونها برا، ثم يصفونه حتى يخلون الحثل ويصفون السمن يكون زي القزاز. ثم يحفظونه طال عمرك في عكاك، طبعا كلكم تعرفون العكه. نعم العكه. ترى والله انه ياخذ له سنه سنتين طال عمرك. اي بالله ما يختلف العكة قبل لا يدخل بها تطلب دبس ولا لا؟ بعض والله أحيانا يسمونه هرباب، عندنا يسمونه هرباب هرباب، لكنه إذا ما يعني هو المفروض العسل. هو الرب الرب. أيوة الرباب نسميه الرباب، هو الأفضل شيء العسل، لكن العسل أحيانا ما يتهيأ فيسمون الرباب. الرباب هذا طال عمرك يجيبون التمر يا طال عمره ويقطعونه طال عمرك ويطبخونه يطبخونه 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 حتى إنه يصير زي الدبس، ثم طال عمرك يحطونه في العكة طال عمرك ويمسكونها طال عمرك يصبونها جوا ثم يمسكونها من برا يفركونها 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 يفركون العكة حتى إنها تتشبع. إذا جيت تنزل السمن من العكة ونزل معه شوية رباب ولا عسل شيء يفتح النفس. أبو سليمان أنت والله العظيم وصفك، وحنا على الزاد رحنا أبغاكم تأكلون. على المجرب خير. المجرب هذا له فرق سبحان الله، يبيض وجهك. طول عمرك ما نجي الا بعدك. ام سليمان مرتاحه ومبسوطه والله، يهنيك بها ويهنيك. الله يعطيها الله يعطيها العافيه ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك هذا نتائجها. الله يباركنا لكم جميعا. تدريب له دور يا ابو صالح، هي المدربه الظاهر. اي الله والله ايوه هي مدربه ولا تدربها. تعاون التعاون طيب. الله يرحمه صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهله يا اخواني. لنا اسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا اخواني ما ندخل المطبخ الا وليه ما طبختوا وليه ما سويتوا ولا ما فعلتوا، وهم والله يتعبون ويعانون في البيت. والله علمتنا انت ابو صالح يقول الناس يوم غابت المره راحت حتى الفطور ما حاول سوى. والله ما تسرحون اقعدوا اليوم راحه شيء اللي يبغى ياخذ. اسال الله التوفيق والسداد ويبارك لكم فيما عندكم. زيدوا زيدوا عسل. الخير واجد. الله يجزي عليك ورحمة الله. أبو صالح الله يرحم والديك. ما لنا قدرة عشان ناكل اللي قدامنا بس. بالعافية. يلا تعذيب ما شاء الله. ولكن المقصد إنه الأكلات تقاربت واختلفت المسميات. ربعنا يعني أنا أقول لك اللي تابعوني ينشدون من البلدان العربية، يعني مثل العصيدة أنا أعتقد أكلة مشتركة تأكله باليمن جنوب وتأكله حتى في فيها حساب توي تابعته على حساب معنب الموروث بالكويت. عندي يتكلم عندي. يتكلم عن الموروث وعنه، فالعصيدة حضرت بالكويت. مدوا يديكم هنا لا يفوتكم القرد. الله يرحم والديك. فجميل أننا نحافظ وأننا مثل المنابل هذه نبين أكلاتنا الشعبية، نبين لأنه الله لا يجيب الزمان، ولكن إحنا اليوم برخاء ناكلهن بنعمة، هل ناكلوهن بقل وجوع؟ فهذه هي الأساس، وكل إنسان على بيئته يعتمد. يعني الحين لو تجيب لك واحد أوروبي ولا واحد وتوكله خمس تمرات بس أو ثلاث تمرات اغتث ثبات. صحيح. أنت لو تدرع بحاصة يسوي غسيل معدة. والله يسوي غسيل معدة. أنت لو تتوع بصحن تقوم ما دريت بحالك. الحمد لله. إلا أنه زادك وزاد أبوك وجدك. صحيح. أنا أقول بعد أن نشكر الناس اللي يتعبون عشان أمهاتنا وخواتنا وزوجاتنا. صحيح. الله يبيض وجيههم. يغسلون لكم الملابس ويطبخون والله يكثر خير. الواحد يعني يعامل معاملة زين، يعامل أخته معاملة زين. يا سلام. حتى لو احترق الطبخ يوم من الأيام، صادفت مرة خرب الطبخ ولا أنه ما زال ولا ياخذ أهله ليلة من يوم من الأيام. قال شيء. اليوم لا تسوي شيء، أنا غداكم ولا عشاكم عندي برا ويغديهم في مطعم ولا يعشيهم. ترى مو بعيد والله لو طلعت بهم رحله واحد يكون يعني اجتماعي شوي، يكون انسان مرح. رحنا لابو رياض انا اقدر صح؟ ابو رياض يكسر الروتين هذا. اطبخي انا رجال. اهم شيء لا يحترق الاكل وانا ميت من الجوع يا رجال. ما انت ميت لحظه والله دقيقه والله ما انت ميت. ما انت ميت بريال فطيره بريال فطيره بيتصل. والله انه في خير من الله الحمد لله. اللهم لك الحمد والله انه في نعمه. أنا والله أنك تأكل ويزود الأكل بعدك. إيه من اللي يأكل الأكل كله عندنا في البيت؟ ما حد يأكل الأكل كله والله يا أخوان. إذا خرب الأكل مرة ولا احترق ولا ترى الأمور ترى تساهيل.
بعض الرجال يضرب حرمته ولا يطلق على اساس انه والله عشان اكله عشان اكله يا اخوي يعني الزم عليك بطنك يا اخي مره خرب ولا مرتين هذه طول الحياه هذا مقدم تقدم لك هي تحاول تقدم لك اللي تقدر عليه ان كان همك بزمن البس بس لقمتك الفول بريالين والخبز بريال الله احنا ابو سليمان انت استوقفتني توي يوم قلت الصميل الكثير ما يفرق بين الشنه والصميل والعكه عند قلت العكه صحيح العكه للدهن والصميل للبن والجربة أو الشن للماء للماء شوف وهي كل واحدة تختلف على وجهها متقارب على وجه هذا احنا نقول السعن للبن يا ابو السعن طبعا غالب هو الشكوى غالبا في اللغة العربية الشكاء الشكوى لكن احنا نسميه السعن السعن الصغير والشكوى أكبر شوي على نعم. طاري نعم. تقول زوجاتنا أنا عندي وحدتنا الله يهديها ما تحب أكل المطاعم ودائما رحنا سافرنا يا ابو صالح خذت جدرها وعيشتها معنا الله يبارك وتطبخ لنا وانا رجال مبلي بالرز الله يبين مرة رحنا لابها يا ابو صالح الله يجزاها خير يا ابو رياض معك الله يطول عمركم من يسمع اشار علينا واحد قال خلوكم تحولون الديرتن اسمها محاي العسير باسفل معروف واجيك محول مع ذيك الضلعان وهي ترتاح المره وقمت انا مازح بالسياره يمين ويسار يا ابو صدله ظهر ومطر فوقنا والحمنا معنا وعلومنا معنا لا قالتها ها والله الرز ما سوي والغدا ما سوي ما دام ذي سواتك فيه وتعبتني والله ما تذوقون الغدا ونعود حلال فيك تكفى وعند الله ثم عندك والله بعد طلايب وبعد حب خشوب بغيت انا اطبخ لا والله تقرب انا هذا يوم تقربت انا كان تظني ودك انت تشتغل ودك انت انا اخابرك تحب العزمه يوم تقربتها وعاينت يا بنت الاجواء تعودي من الشيطان والله تعود سوي غدانا ونعيم من الله خير والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر عسى الله أنا أقول بس علي. يعني إن الواحد يعني يشكر اليدين اللي تتعب لك واللي تخدم لك أمهاتنا وخواتنا والله نميت بيض الله وجيه 24 ساعة في المطبخ الله يكثر حتى في رمضان وهي صايمة تلقاها والدة على قدم وساق من ظهر الله يا رمضان والله أنها تتعب أكثر من تعبك وإن جت بأكل ما بزين قل ما شاء الله تبارك الله وش ذا الزين وش الأكل الطعم حتى لو ما بزين يا أخي جامل المجامل جامل إيه هي بتعرف أصلا هي بتعرف أنك ما لا يا أبو سفر وإن كان هي من الصحن على المستشفى تسمم أقول والله المشكلة ترى في المستشفى ما هو في الأكل والله الرجل اللي يقدر أمه وأخته وزوجته والله أن هذا هو الرجل أبو عزام الواحد ما يصير يعني يده طويلة ولا لسانه طويل على بنات الناس لا ما يجوز شوف يا أبو عزام يكرم هنا كريم ولا دليل والله يا أبو عزام غالبا بيوتنا فضلا من الله إن أكلنا نظيف غالبا بيوت الرجال وشرواكم من الرجال المرأة تحاول أنها تنظف لكن المشكلة في الأكلات الخارجية إحنا ترى في بيوت مبلية يا إخوان أسأل الله لا يبتلين والله 24 ساعة وهي بتلفونها وبعيشتها ولا خدماتها اللي تشتغل وهي يا ابو عبد الله انا اتكلم معك بالراي الثاني ما هو بقناعتي انا الشخصيه إيه 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 إيه. من يبغى اوصل لاخوك قناعتك الشخصيه الشخصيه ابو عبد الله انا صار لي موقف وبسالك طالما احنا على طاري الاكلات والجنوب عام 1412-13 طلعنا مع المركز الصيفي أكبر مني أنا أبعد أنا أبو صالح حول بعضنا أنا أبو صالح الله شوفك جنبه ها أبو صالح عسى الله يطول عمره كان أكبر مني بخمس ست يسرحون وبلبل وأنا وغيد صغير بهالشوي هاي يصنع عيجا أولا أبو صالح أبو ريام قبل ما تجي أنا أبين للجمهور أنا قلت في كرسي الاعتراف 88 الناس فهمت أن المتخاطب جاي معه يا الربع والله العظيم توي بتعدي يعني ما توي تعديت 49 49 والله توي تعديتها هو ما بيقول 50 هو صحيح تعدل على كل شيء تعدل انا بتعدل 49 ودون ال 60 العرض الخاص اللي يجيك ويقول ب 900 و99 ريال هي ب 1000 يعني ما قصر ريال انا قبل كم سنه اتابع البرنامج وعمره 49 قبل كم سنه هن اول سنه يوم جيت البرنامج لهم قبل اربع سنين تقريبا في البيئه الثالثه اول ثاني اربع سنوات وعمره 49 هي انا قلت تعديت فوق ال 49 انا بقول الحق الاعمار لا طلبتك انا باقي لي كل ايام قلائل وابلغ شده حتى اذا بلغ شده هو بلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي يسأل الله أن يشفي والدي ووالديكم اللهم آمين جار من الشباب ولكن برجع القصة 1413 أسلم أسلم شارفت على 40 خلاص أيام قليلة والله إن الله عطانا طولة العمر و 1413 كنا مع المركز الصيفي وكنا في بلاد بني كبير إغامة وجالسين بباحة واسعة
وحولنا قطعه غنم سارحه ما شاء الله. تدرين عمري 19 الوكاد والغنم سارحه وقاموا هكا الاثنين مشبب اللي الله يذكرهم بالخير لو اشوفهم قدامي بمجلس ما عرفتهم لكن فعلهم الطيب عرفتهم يجملهم ووقفوا وركبوا هكا الهوادي وحطوا جدرين وذبحوا تيسين الله اللي عدي يشوفن كانت اكسن الديار كلها خضرة الجنوب تقحص والله يا رجل تقرض بحر زي الحظ زي صندق والله ما لكم بالطويلة وحطوهن ركبوهن يوم ركبوهن سلام عليكم السلام احنا كثارين يجينا اكثر من 40 ما بين شاب ورجال كلهم ان شاء الله اهل خير قال الله يحييكم بني كبير عند ربعكم وهذا غداكم ان قعدتم الله يحييكم رحتوا خذوه معكم الله وراحوا وطبعا تكلم راحوا لهم شوي وجو سموه بنا على ما بعدك مثلك الغداء لا بطبخته ولا بلحمته ولا بطعمته هذا مكشاته وبري هذا الشيء بس شيء يذكر ولا انا بنشدك ابني كبير غامد ولا ابني كبير عندنا حاضره وعندنا باديه هذا ولا ابني كبير قال لهم بني قابوس جينا منهم مشينا منهم مقام ربع ساعة عشر دقائق العين سبحنا به ويا أخي عندنا ديارنا الظاهر بناخذ فاصل الوقت بس وبنرجع نتكلم عن المصايف كل ديرة لا رحت لها لا تدل حنا عندنا جمعية البر الخيرية بمضيريف ووقف أبوي تاج رأسي عسى الله يطول عمارهم ويرحم ميتهم وكل يوم نذكر أنفسنا كل يوم نذكر أخواننا المشاهدين أرقام موجودة على الشاشة المقصد هو عمل خيري بين يدينا عمل خيري موثوق كلنا نحفز بعضنا لا يفوتكم لا يفوتكم الخير عود على عود تحمل قعود عود الله ريال مع ريال يحمل جمال جمال نعم. الرابع اولا ادعوا لابو فواز وادعوا لكل مريض ابو نواف نعم نعم ادعوا له والدك انا اقصد والدك اي نعم بس انا اقصد بلقب ابو نواف ادعو لابو نواف اللي هو والد الاستاذ فواز وكل مريض اسال الله في هذه الساعه ان يشفيه سبع مرات ايها الاحبه فان الله سيشفيه وانتم المؤمن بالمؤمن الدعاء وثانيا احنا نتكلم عن الاب ونتكلم عن وقف الام ولا لا يا ابو الاب خلاص الام خلاص الام انتهى الاب الان فرصه والله لا زالت الفرصه ايام وقد وصل الكثير وبقي القليل وانتم ان شاء الله سبب في دعم هذا الوقف وايصاله الى كماله وتمامه ونفرح جميعا به اسال الله ان يوفقكم والاباء هم تجروسنا بل هم سبب وجودنا بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الارض لولا اباءنا وامهاتنا لم ناتي الى هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى ولمعلوميتكم لا يتزوج اثنين في الارض الا زوجهم الله في السماء قبل ان يتزوجوا الله اكبر الله يوفقكم كثر الله خيرك ابو سليمان الله يجزاك الوقف الله يجزاك ابو سليمان الله يرحم اللي جابوك عنا كثر الله خير والله ما شاء الله يا ابو سليمان اتعبت من بعد والله يا ابن اتعب الرجال والله ما والله ما لكم جد والله يعني كذا على كذا احس اني انا والله كذا لا ما والله لانه والله اني ما نسويها الا محبه لكم ومحبه للناس اللي يتابعونا في ما كلهم على الناس يقولوا ما شاء الله يا الربع لا والله يجعلها بالعافيه احنا بناكل عنكم الله يبيض وجهك يا ابو سليمان ونطلع الفاصل وقفه لب ونرجع لكم مشاهدينا سلام مشاهدينا عدنا لكم بعد هذا الفاصل عن وقف الأب أسأل الله أن يلحقنا برهم يتوب علينا هفواتنا وقصورنا تجاههم مهما قلنا ما وفينا لهم وكثر الله خيرك أبو سليمان سمن وعسل وبر كل شيء بديتنا بكل علم طيب الله يبيض وجهك من بدأ البرنامج والله أني أقول لك قدام وأقول لك خلف والله في نفسي حرج كثير منكم جميعا والله أني أجلس مكرها أخاك لا بطل فمن أتمنى أنكم تعذرون أخوكم الصغير اللي والله ما صغر نفسي يمكنني أكبر من بعضكم لكن والله صغر نفسي قدام الكبار مثالكم وعلى سبيل الله سبحانه وتعالى والله من طيبك يا أبو هريال
الله يبيض وجهك وجود عليك. كل يوم تفاجئنا باكله جنوبيه، كل يوم تفاجئنا. ابو صالحك اليوم حاط لنا، وابو صالحك اليوم خلنا هك السفره اللي يقول نسيت نصه، هذا وهو ناسي نصه، وصلح لنا على الهوى مصابيب يا رجل، وشحله منهم ما شاء الله تبارك الله. والله من حلوكم. ولا ابو صالح جاب لنا ذبيحه مقطعه ويقول نسيت نصه. نسيت نصه انا ادري، قال يقول نسيت نصه. وجود عليك احنا نخدمكم اصدقائنا. وانت يا ابو سفر والدك الله يمد بعمره ويلحق بره، رغم تعب ورغم أن جت للرياضة تراجع لأنها لحت وأصرت وحطت لنا سفرة ما نلحق طرفة عسى عمره طويل. الله يصب السفر خير يا منصور. ولا يهون أبو عزام بعد، والله ما قصرت. أنا والله أقصركم، أنا والله حدنا هذا، والله حدنا هذا. ليش سويت لنا في الصحفة اليوم الأول؟ سويت لنا في العمل. قلت لي قول أنتم الوافين، أنتم الوافين وأنا مقصر. الله يبيض وجيهك. على طاري السمن والعسل، انت سواليفك واجد. امس الربع يضحكون على سالفه العريس اللي كلت المعيجات، هالمعيجات اكلت الورد. هذا الحقيقه شوف، هو واحد من اخواني حمدان اخوي الله يصبحه بالخير. صبح بالخير. كان زواجه في الديره، مناسباتنا في الديره. والروح اذا جت المناسبات هذه نروح للطائف نشرع السيارات، تعرف النظام القديم التشريع والورد. اي نعم. وكلفني بالمهمة، شرعت السيارة وكانوا في الحلاق، وطلعوا بسيارة ثانية وأنا تأخرت في التشريع وغسيل السيارة. في يوم وصلنا وقفت السيارة عند البيت. بيدك بيدك. لا والله عندك. لا أنت. في يوم ما وقفت السيارة عند البيت وهي مشرعة ورد طبيعي وهو يلبس البشت داخل، وتأخرت أنا ما طلعت خلص لي شغله، يوم طلعت للرجال يطرد في المعزة حقت الجيران متجمع على السيارة واكلت الورد واكلت نص الزينة. والله العظيم نطردها وترجع، ما هي بعوايدها اللي طردناها، راح اول مره ذوق ورد طبيعي في الديرة ما عمره ذاقت الورد. قلت لا ورد طبيعي. انت انجلت فكرته عند مقبره وكلت المعز ورده. انا قاعد اضحك، انا والله اني حزين على الموقف، تعبنا في الورد ده، واضحك من البرضه من موقف هو يطردها بالبشت. السمن العسل. يقول أبو عزام يقول أنا جاني حرقان من العسل. هذا واحد جالس مع شايب وقال له يا عم ترى آفة التمر الدخن. الدهن الدخن الدخن, الدخن. نعم. إيه. وآفة الدخن السمن، مسوي فاهم على الشايب. وآفة السمن العسل، وآفة العسل البر. عجيب. والشايب جالس يطالع فيه. قال خلصت؟ قال لي قالوا انت يا ولدي والله انك آفت هذه كلها. يعني تقضي عليها كلها يا حلوة. في السمن على اساس انه حار. السمن والعسل ولا الدخل. انا كان عندي مفاجأة بس عاد تأخرت اليوم. لا كان عندي مفاجأة لأبو سليمان بس تأخرت اليوم، جاء بعض الظروف الطارية، ولكن إن شاء الله بكرة من بدري نسوي المفاجأة. ولكن أنا بعوضكم بقصيدة مع أني والله أني، ولكن خلني على بال ما أدورها اللي بيشارك من الشباب. طيب بعطيكم قصة جتني في الجوال، واضحة كتني، وإن شاء الله جاذب يعني، وإن شاء الله أنا تضحككم. نقول هل أنت أسلم؟ يقولون بذاك الولد جت أمه وقالت يا ولدي ما ودك تزوج، ودي أشوف عيالك حدني موجود حي. الله أكبر. قال يا أما أصبري شوي، تعوذي من الشيطان، ماني متزوج لين أتوظف، وهو طالب هندسة. قال لا تخرج وبنيت لي بيت وتوظفت، أنا أتوظف وابني البيت. قالت على رأيك أولي. تخرج الولد حطوه مهندس في ظاهر الأمانة وفي البلدية، وبعد عادت عليه قال يا أمه خليني أبني البيت. بنى له بيت وصمم تصميم جيد، وراح لأمه قال يا أمه دوري لي المرأة بنت الحلال. والله راح وخطبوا له، تزوج الرجل. الله أكبر. قعد سنة سنتين ما جاله إيش؟ عيال. ما جاله عيال. هالمهم والله نوده بالعيال، كل من شده وكل من ذا، يا ولد ما جالك عيال، يا ولد ما جالك عيال. وكثير من الناس يحرج بعض الناس، فقالوا والله ما جالي عيال. راحوا سووا تحاليل لقيوهم كلهم سليمين. ما لا خلل منها ولا خلل منها، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى. صحيح. وراح لذاك الشيخ قال يا شيخ أنا بين أمرين، أمني طلقت أمرتي ولا
تزوجت. تزوجت عليها. قال الشيخ اصبر واكثر من الاستغفار وان شاء الله ان الله بيسر لك. الله اكبر. لين راح لمرته قال اكثر من الاستغفار وادعي الله. قاموا يستغفرون ويدعون. اعطاها الحكمه. وبعد فتره لا والله يوم تعبت المراه راحوا في المستشفى قالوا المراه حامل. إيه. سجد لله شكر وفرح الرجال. الله ملك. وبعد فتره راحوا سووا اشاعه قال ابشرك حامل بتوأم. ما شاء الله. اثنين وذكرين اولاد. ما شاء الله. ولدت المراه وفرحه وقاموا يهتمون بالاولاد وشوي أكيد. كل ما كبروا الاولاد واحد يتكلم والاخر أطجم مما يحرز ينطق الكلمات بل ما ينطقها بالمر ما يتكلم. حزنوا لهذا الولد واحد تقدم في المدرسة والآخر ما تقدم. دوروا له علاج وراحوا مستشفى الضاري في الرياض قالوا يا ولد ولدنا وضع كذا. قال يا جماعة له علاج والنطق هذا لكن العلاج في أمريكا ما هو عندنا. وبعد ما يكبر الولد ويبلغ 8 سنوات 9 سنوات كبر الولد قالوا بس ترى العلاج غالي. كبر الولد وراح راح الأب بالولد توأم شبه بعض ما شاء الله راح بهم وجابوا عند قريبة من ذا المستشفى وفي فندق وحوله في الصبح الساعة 8 موعدهم على الساعة 10 وحول هو يلده يفطرون ويوم افطروهم يمشون قبالة الفندق. لا والله أن بذلك الأمريكان يلعبون كرة الركبي أو البسبول على قولهم وهي حذبها واحد منهم وهي تطخ الورع على رأسه له وعلى جنبه وهي يجغر الورع ويوم جغر ما له اللي ضربني بالكورة يا أبوه يا أبوي. قال أبوه لا إله أنت تهرج. قال يهرج الله لا يعطيه العافية اللي حذف بالكورة. وطبعا ما كان فيه تلفونات ولا كان فيه إلا التلفونات الثابتة والتلفونات اللي برقيات. والله ويتصل الرجال ويرسل برقية لمرته بشرت إن الله كفانا شر العلاج ولدنا جاء طقة في راسه وطاب وهي ترد عليه برقية قالت الله لا يعطي بليسك العافية أنت خذيت اللي يهرج وخليت له بكم عندي. فكانت هذه الطرفة جدري على الجوال واقبلوها كما جاء. بيض الله وجهك أبو عبد الله. ويقول كل وداويها بالتي كانت يداو هذا أبو لشاي بن عمى ولا يشوف وما غير يجدول ويجدوله. وطبعا سبحان الله احيانا العمى عمل بصيره وليس عمل بصر. يشرف عليه واحد من الجماعه يقول والله انه يقطع الخط ويروح ويجي. اول الناس يقول كان عنده محل الناس تسكر المغرب الكهرب ما بقولوا كهرب. يقول هو لين وقت النوم يصك وينام بمحله. الله. طبعا محله اعتقد انه يصلح سياكل او شيء من هالقبيل. الوكاد يقول لك ويركض بيلحق الركعة. الإمام راكع وتأخر على الركعة وهو يركض وضرب بالساري عمود المسجد. يقول يوم ضرب يفتح. يقول بعد عمر تقريبا مر به عمى هو مفتح فجأة. يقول يوم فتح ويبدأ يأخذونه يقضبون يديه يضيع بالحواري ما يدري ويموت رحمة الله عليه صدمة سيارة. يوم هو عمى أكثر من 40 سنة فالعمى عمل بصيرة. نعم ربك كريم يخلف يا رجال. والإنسان لا يقطع الأمل. والله يا جماعة الخير ترى هم اللي يعني اللي مثلا اللي هم فقدوا البصر الله يعوض عليهم إن شاء الله بالجنة وحنا كذلك. يعني أنا ألاحظ واحد من جيراننا رجال كبير في السن وما شاء الله يعني وضعه طيب يعني عاد أدري إيه والله ولا ودي أقطع على أحد. فضل. أنا نادوني الشباب جوا و والله ما أدري وش أقول لكن هذا قضاء وقدر ولا يروح إلا الطيب ولا وهذه ظروف الحياة تجي على الناس كلها ولا هو على واحد. والشيء هذا مر على الناس كلهم ما هو على علي ولا عليكم ولا على الله. والله يكتب ال إن شاء الله الميت ويبقى بالحي إن شاء الله ما هي بخسارة. ما في الدنيا ذا شيء خسارة. المكسب مكسب الآخرة هو المكسب. والله إنه ولا يروح إلا الطيبين ولا يروح إلا الطيبين كل يروح طيب برد لكن مليون بالقدر وظروف الحياة وظروف الحياة والمواقف والله إنها تمر عليه ويمكن مرت عليكم جميعا على كل واحد مرت عليكم لا جميل. شك ولا ريب. أنا يا الربع والله ما أدري وش أقول لكم لكن قدر الله علي
وانكسرت شاشة جوالي. الله ياخذ يا شيخ انت والله الله يهديك. فاصل فاصل يا مخرج. يا ولد نكوي بنكوي بنكوي. انا قلت الرجال يحصل يا ولد. قلت واحد نكوي بنكوي. انا قلت لا رجال الله يا ولد. بارك يا ولد. هذه السالفه اللي احنا خايفين. انا طالع صدق. والله قمت يا ولد يا ولد اصبر يا ولد والله قلت واحد من اخواني ريم انا والله جيت خبره اقدم بعظامنا وكل والله العظيم من طيب. ما دام قلت لي عندي كلمتين اسمع 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 عظم الله يجري بجواني خرعنا الله يخلع وعداه حول ولا قوه الا بالله سعيد ابى اورد لك كلمتين تقولهن ايوه اقرا يا اخوي ابو صالح اقرا علي ابو صالح كلمتين يا اخوي تجيبهن جزل لك ورد لي امثالك ايوه الله يطول عمرك ابو سليمان قدم لنا السمن ونعم ابو سليمان والام الطيبه قل دهنا المصعدهن تدنها مصعت به ايوه يلا يلا هو يعرف وش يمصع عشان يلا يلا هو يبغى صباح الخير يا عيال المصع صباح الخير يا عيال العود قل دهنا المصعدهن تدنها مصعت به دهن هو يلا. ولا دهن رطب دهن انت تدنها رطبت به ايوه يلا 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 اول شيء اللي ذكر ولده وذكر الله وصلى على النبي سبح حالي وما ادري حضر بشيء اسمع اسمع يلا يا سعيد هيا سعيد يلا دهن المصعد دهن انت تدنها مصعد هيا يلا جيب جزل لك ورد على الامثال يلا يلا يا ابو صالح يا ابو صالح انا الحين ما انا ما فهمت انت قولها زين قل دهن المصعد دهن انت تدنها مصعت به دهن المصعد دهن انت تدنها مصعت به مصعت به دهن انت تدنها مصعت به هيا قلها بسرعه دهن المصعد دهن انت تدنها ابو عبد الله انا اول طيب انا اقول انا دهن هرطبت به اقولها يا ابو دهن ايش دهن رطب دهن انت تدنها رطبت به دهن رطب دهن انت طرطر رد دهن المصع اي دهن انت دهنها مصعت دهن المصع دهن انت دهنها مصعت جميل رد ثانيه دهن المصع دهن انت دهنها مصعت يا جميل دهن رطب دهن انت ما لا دهن رطب دهن انت دارها تدنها ايش دهن رطبت به تدنها رطبت به الله دهن دهن الرطب دهن انت دارها تدنها رطبت به صح يا سلام قريب طيب انا بعطيكم شيء خفيف خلاص يكلمونا كلنا خلاص ابو سفر قلت انا خلاص دهن المصع دهن انت دهنها مصعت دهنها دهن انت دهنها مصعت اي نعم بسيطه يلا قلها لا اعطنا اللي صعد من اللي لا لا دهن الرطب دهن انت دهن المصعط دهن انت مصعط على طار يمصع يا ابو صاحب يوم من يمصع وش يا ابو يمصع هذه ديره جيب لي حايل ديره الغضاء ونمنع نزه وبالحره ايه وتمرته مصيعه تسمى مصيعه سبحان الله حره ومن تقل حياط تقلب تطلع بن خاله تطلع إيه؟ تسمى مصيعه هذه الخاله عندها دهنا مصعد دهنا تدنها مصعت به خلاص قلها يا ابو رياض والله يا ابو قلت ابو صالح طيب يا يكون عين العون الولد الخير هذاك ابو سم سم ابو دهنا مصعد دهنا تدنها مصعت به دهنا المصعد دهنا تدنها تدنها مصعت به تدن تدنهن مصعد به ايوه دهن دهن المصعد دهن تدنهن صبع مصعد ابو انا جبت لي خادمه للوالده الجنسيه اي ابي اتخدم الوالده وعاد افهمها على المسميات اللي عندنا في البيت ايه عاد اقول لها جبتها عند الادوات الكهربائيه قلت قولي غساله قالت قولي غساله نفسه قلت قولي غساله قالت قولي غساله نفسه قلت قولي قز قالت قولي قز قلت قولي فرن قالت قولي فرن قلت قولي مشينا قالت قولي مشينا قلت مشينا الترحيق قالت مشينا الترحيق قلت والله ما عاد تقعدين وتمشين البس والله ما عاد تقعدين عنديهم نفس الكلام ما قال ابو سليمان ابو سليمان بسيطه هذه يلا يا رجال بسيطه هذه هذه اي يلا ماني قايله يلا الميدان دور اسعى منها بس الميدان يا حميد يلا اسلم تدنهم صعت به تدنهم صعت به دهن دهن المصع المصع دهن تدهن المصع كيف دهن البصل بتربعات دهن البصل قرب خلاص جابها الرجال جابها انا بعطيكم كلمه بسيطه وخفيفه ولطيفه ومثل ما مرت على ابو صالح نعم بنبدا من عند ابو سليمان يقول الثوب الابيض نعم سهل ما ذات ما ابيض به ثلاث مرات يا ابو سليمان الثوب الابيض بسيط الثوب الابيض ماذا تمبيض خلت الثوب الابيض الابيض ماذا تمبيض افضل ولا مذبوح الثوب الابيض ماذا تمبيض
تمضمض الثوب الابيض ماذا تمضمض تمضمض الثوب الابيض ماذا تمضمض اي خلي الدهن مصعب اللي قبل شوي واحده واحده ما الثوب الابيض ماذا تمضمض الثوب الابيض ماذا تمضمض يضبه الثوب الابيض ماذا تمضمض يضبه تمضمض يضبه تمضمض يضبه ماذا تمضمض عزام الثوب الابيض بماذا تمضي يضبه بماذا ماذا تمضي يضبه الثوب الابيض بماذا تمضي يضبه الثوب الابيض ماذا تمضي يضبه تمضي يضبه الثوب الابيض ماذا تمضي يضبه تمضي يضبه اصلا شرحها ماذا تمضي يضبه ايش الخبر ابيض الثوب الابيض ماذا تمضي يضبه الثوب الابيض ماذا تمضي يضبه تمضي يضبه الثوب الابيض ماذا بماذا تمضي يضبه لا لا تمضي يضبه ماذا تمضي يضبه بالثوب الابيض بماذا تمضي يضبه اصلي على النبي بما ان اليوم عندي اختبار بعطيكم واحد وعسى ينطق زين انا صفحه سبعة صعبه هاي لا اسم الله عليك زعدها صفحه سبعة صعبه طيب يلا اجيبها اجيبها سبعة صعبه صفحة نعمة اللسان من أجل النعم اللهم لك الحمد عندما يفقدها الإنسان وأعزائي المشاهدين خلوهم معنا عندما يفقدها الإنسان يعاني كما عانينا في بعض الكلمات السهلة اللي وصلها أبو صالح وصلتها أنا وصلها أبو رياض وعانينا في نطقها بل ظهرت الضحكات عليكم وانبسطتوا وقلتوا شيبان مفالينها ولا شباب مفالينها أدروني المشاهدين ترى نهاها لا ساعة النساء يا إخوان ويا حبايبي اللي جالسين هنا تسلم. واللي خلف الشاشات قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصى ذلك الإعرابي جاه الإعرابي وقال وصني يا رسول الله قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الله اذكر الله وانت في المجلس اذكر الله وانت في السيارة اذكر انت والله في المزرعة لكن لا تجعل لسانك لقول الزور وشهادة الزور وكلام السيء وكلام البذيء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام خلفه قال عليك هذا ما يكب الناس في مناخرهم أو على وجوههم في النار على حصائد ألسنتهم وأكثر الناس من حصائد ألسنتي يا أخوان ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين فكي وضمن لي ما بين فخذي ضمنت له الجنة, ضمنت له الجنة أضمن لسانك وأضمن عمرك وأسأل الله أن يجعلنا من ضامنين ألسنتنا واجعلنا ما نقدم إلا خير لكم ولهم موجودين بيض الله وجزاك لسانك رطب في ذكر الله من أين ما كنت وأبشر بالخير إن شاء الله في واحد طال عمرك شاف له ببغاء يتكلم الله عند واحد من جيرانه قال بيع لي الببغاء ذا وشاف يردد اسمه وعاد هذاك جاره مسوي نذاله ينادي يا عاد يا علي ويردد الببغاء يا علي الله أكبر وشاف ذا قال يا أخي بيعني الببغاء ذا اسمه غرم الله عي يبيع الببغاء المهم راح طال عمرك اليوم الثاني المزغدية تطير وشرى له ببغاء ومتك عند الببغاء يا غرم الله اي لا يردد الببغاء ما يعرف ما يجي ما يجيب الاسم حاول فيه ما ينطق بس سال جاره علي ذا قال يا اخوي انا شريت لي ببغاء ما يهرج مثل الببغاء اللي عندك اطرم ما اطرم ما يهرج قال اعطى خبز اي ترى يزود اعطى خبز ها هو ما ياكل خبز قال اعطى خبز وبينطق اي جاك غرم الله طال عمرك اخذ الخبز ومفطر ويحطه في فمه في فم الببغاء ويتنشر طال عمرك الخبزة في حلق الببغاء إيه عاد الببغاء يقول غا بيموت غا غا غرغ قال أيوة 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 غرم الله غرم الله غرم الله بيموت الله النطق والله إن نعمة كيف كذلك قبل شوي يوم والفادة كل أولئك كان عنهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول كنت أتمنى أن أني أشوف عشان أشوف الإبل اي كثير لانه الله يرحمه يقول العمه يردد آيتها فلا تنظرون الى الابل كيف خلقت فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ما من حرف الايه فيقول كنت اتمنى ان اني اشوف عشان اشوف الابل اتدبر الايه هذه واشوف الابل على الواقع مثل ما وصفها
العزيز حكيم تروى تروى القصه اللي على بن باز وهي للاسف ما يوقع لانه اصيب بجدري على كبر فكان فتح انا جلسته كان له درس عقب العصر في جامع في مسجد بالبديعه وتكلم وسأله أحد قال هل أنت مبصر هذا الكلام سمعته بإذني قال أصبت بالعمى بعد مرض الجدري على كبر أنا فوز سمعت الكلام بإذني هذه والله في مسجد كان يصير عنده درس بعد صلاة العصر بالبديعة نعم هذا عليه. مثل ما قالوا مثل ما قالوا برياض يعني عماه ما جاء إلا تالي أنا سمعت القصة هذه عن عبد الله بن حميد بن حميد هي. إيه سمعت عنه هو اللي من أظن صار كفيف من صغره وسمعت عنه وسمعت عن الناس الثانية والدكتور علي المري سبق أنه جانا في مجلسنا هذا يوم كنا في الداخل هو صادق وجات السالفة مثل ما قال أبو سفر نفده فقالوا تخبرون أن الشيخ الدكتور علي المري الله يذكره من تلاميذ ابن باز أيوة من تلاميذ هم يقول درست على يده 20 سنة ما شاء الله فسأل أحد هذا قال يا أخي إحنا نسمع أن الشيخ أنه قال أنه وده قال نعم هو وده أنه يعني أنه يعيد له نظره عشان يشوف الإبل من جديد الله ولا الله. هو طال عمرك قد شاف هو نعم سواء أنه شافه لكن هو ما هو كفيف من ما هو كفيف يوم من الصغير لا هو جاء مرض الجدري وهذا عن الدكتور علي المري الله إيه لا انا سمعت ابو سفر روى السالفه بيض الله وجهه صحيح احنا والله ما نخطيك يا ابو سفر لا ولكن أنا لا بالعكس انت صححت لي معلومه انا منبر انا نقل السالفه احنا نجل مجالس رجل شرواكم شرواك الطيب فذكرت السالفه سواء ابن باز او غيره فعلا احنا نقول النظر نعمه الحمد لله ونشكره وعلى البصر وعلى النظر وعلى السمع وعلى النطق وعلى الله سبحانه وتعالى ان الحواس هذه يعني ما نقدر نستغني عنها نعم من نعم الله فندعي للمرضى الله يشفيهم يتواصل معي احد الشباب الصبح في والدته الله يشفي ويعافيها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجده يا الله والله اني ما يحضرني اسمه فلان الجعفري فيقول لي يا جماعه احمدوا ربكم على النعمه انا مرافق مع والدتي والله بعضهم عمره 5 سنوات 17 8 يقول لا شفتهم والله ارفع ثوبي واحب نفسي ان الله انعم علي بالصحه والعافيه اشكر الله يقول اسجد لله شكر اني طيب الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين امين رب العالمين يدك هذه اللي تخدمك ما تقول يا فلان بالله وكلني لسانك اللي لا طلب تطلب لو من البعيد الصيح يا فلان يا هو هذه نعمه أيوة. يسولفون عندك الرجال الصغيرة تسمع قبل الكبير نعمة يا جاك الريحة الزينة الطيب تشمه ترى هذه نعم من نعم الله الحواس أعطني القلم يا أبوها كل هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها الله علينا نعم. يا طوال العمارة سبحان الله تفضل يا أبو صالح وعمرك يطول حال حين ابن آدم كل ما في طريف وكل شيء خلقه الله لحكمة حال حين لو يروح إبهامه كذا كيف تمسك القلم وتكتب به كيف وشلون تكتب به وترسم به وكل شيء الاصبع هذا راح عندك ولا بقي لك الا هذا يولي وش تبي تسوي ومن انت بتجيب وهي واحده وهي وحيد راح عليه اللهم لكن كذا مثل الزرادية جعل الله بينهم فتحه وقمت اكتب على كيفك لكن اذا راح ادنى اصبع من هذا الاربعه هذول يعني الافاده قليله سبحان الله يعني تحطه بين الثنتين تحطه كيف تبي تسوي تبي تتعب ما هو مثل هذا اللي يمسك مثل الزرادية سهوله شايف سهوله فالله سبحانه وتعالى ما خلق خلق إلا وأحصاه وأعطاه بحكمة أحدى مثلا المشركين عندما سمع القرآن وتكرر القرآن وقد يكون رأس كبير انتهاء المشرك وجاء له واحد ثاني عالم دون منه قال وش رأيك يعني القرآن تكرر ونبي نختصره أسرع للحفظ وكل شيء وش رأيك كل شيء مكرر نبي نطشه قال وافقت على الشيء ذا يقول هالمسلم هذا لنفسه المجوس قال نعم قال كل شيء فيك يا ابن آدم متكرر نبي نشيله طيب أنت عندك يدين ثنتين نبي نشيل واحدة ونخلي واحدة قال لا قال بك ثنتين رجلين وعيون متكررة نبي نشيل واحدة ونخلي قال لا لا قال عيون ثنتين نبي نشيل واحدة ونخلي الثانية الذاني أي شيء متكرر بالإنسان مثلا نبي نشيله قال لا 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 قال ما خلق الله شيء إلا لحكمة فهذه ما ندخل عند رب العالمين بالحكم وهو أحكم الحاكمين اللهم لك الحمد صلى الله عليه وسلم يا اخواني والله في انفسكم افلا تبصرون يا سلام وفي الناس اللي هذا احنا جانا مره يعني روح الامير عسير خالد الفيصل كان على عسير من ضمن شيبان الجماعه والله رحنا مجموعه نطالب باشياء خاصه من خدمات وكذا سلمنا اللي سلموا على الامير دخلنا وفعلا استقبلنا ومن ضمن اللي راحوا شايب الله يجعله في جنات النعيم توفى واللي الغالبيه اللي راحوا ذاك الوقت الله المستعان والله انا اغلبهم قد ماتوا ولي اتذكر الواحد شاف الناس اللي معه
والله يا اخواني انها عبره يا الله أكبر. يعني تذكر ناس انت عمرك كانوا معكم مجموعه 20-30 اغلبهم ماتوا. طيب انت يعني يا معبي يا اخي انتظر يا اخي ترى ما بيها كلام. ابو سليمان انا بس انوه ترى يا الربع مقلب والله مقلب. انا الجوال رسائل واللي يتكلمون ترى والله يا الربع مقلب ما في الا العلم الطيب ولا في شيء ولكن مقلب على الربع ومن محبه بس ولا ما بس حلو بس بس لو بتقدم بعظامنا نبي نعزيك ونبي الله يهديك. لا لا باقي نسويها فيك انت. لا والله نسويها ان شاء الله فيك والله عارف العزم غير في شاشه الجوال مكسوره مقلب على الربع ولا ما في ولا شيء لاني انا اشتب عندي الجوال رسائل يا سلام الرسائل للناس قال له سلام تسلم. المهم يا طويل العمر خلصنا من عند من موضوعنا وقالوا الشباب والله ما قصروا جينا لو قد سووا الغداء في الطريق في تقريبا في نص الطريق ذبحوا ذبائحهم وجهزوا غداهم الشيبانهم تغدينا وخلصنا. واحد من الشيبان زهمني قال تعال يا ولدي انا بروح الحين قدامي ناس والله شفت من يوم افلحنا من الديره الصباح الى الحين والله ما ادري ايش انتم تسووا اشوفكم بس اروح معكم لكن ما ادري ايش سويتوا ودي تعلمني بالذات ايش قال لكم الامير. رحت عند الناس اللي في القرية أقول تروح قال لنا كذا ولا سوينا كذا ما أسمعكم السمع عنده ضعيف والله يا جماعة الحمد لله الله يجعله في الله أكبر نعم يعني شوف يعني قال أقول لك أنا أسأله من الناس اللي ما أدري شو تقولوا أشوفكم بس ما أسمع هو صادق نعم فإيش سويتوا وإيش عملتوا عساه وافق أعطاكم طلبكم ما أعطاكم منعكم علمني بالتفصيل اللي رحت طال عمرك فيه شيبان ينتظروني بعلم اقول سوينا وسوينا يا اخواني ما شاء الله تبارك شي الله شيء غريب واحد يا طول عمر ارسلها ابوه قال يا ولدي روح لفلان يا طول عمرك شوف القريه الفلانيه سلم لي عليها ولدي ومن زمان كنت انا وياه نروح طال عمرك كنا نخاطر نودي طال عمرك البيشه ونجيب يسمونها اندالم يعني او نخطر نجيب ودي حب ونجيب تمر والله اعلم انه يقول انقطعت منه روح شوف كيف هو. المهم قد علمتكم بالسالفه يقول يوم جاء عند زاويه البيت اللي وصفوه جاء في القريه قال في بيت فلان قال عنه ذاك ويوم جاء عند زاويه البيت والله ذاك الشايب طال عمرك اللي جالس طال عمرك على عصاه حاطها في لحيه وجالس السلام عليكم كيف حالك يا عم بسم الله يعلمها بابو ايه قال ماني اللي عنوك فلان اللي تعنه هو ابوي لا اي والله ابوي هذا غالب شو عانه في الداخل وتخبر الناس بيوتهم ايه على قدهم أيوة. طين ويوم يدخل طال عمرك والله ذاك الشايب اللي يعجبك ما شاء الله تبارك الله ايوه حازم الغتره طال عمرك ومحتزم مثل بن حمود بعض اوقات بسم الله كفو ارحب يلا حي سلم عليه كيف حالك طيب بشرني عنك قلطنا يوم قلطه في المجلس الرجال باله الشايب هذاك اللي في الزاويه يقول نبوي وهذا يقحص ما شاء الله رحب به قهوه قال ما انا يا طول عمرنا ولد فلان ترى ترحيبه بالضيف الرب تراه والله العظيم انها ضيافه عظيمه انها ضيافه القبال القبال انها ضيفه طال عمرك بحد الحال كيف القبال اي والله يقول انا الطليق ايش؟ طليق حجاج راح يقول ترحيبه هذه يقول ترحيبه هذه اللي رحب بهذا الشايب اعجبتني ثلاث حاجات اعجبتني صحته واعجبتني ترحيبته ولبسته طال عمرك تقول انه تقول انه يمشي على ما بهموم اي والله الله اكبر اي والله قال انا ولد فلان يا عم وانا جيت اسلم عليك وابوي يسلم عليك مرحبا يلا حييه كيف حال ابوك قال والله ابوي خلاص قصرت به الخطوه باقي يروح يا ولدي المسجد قال لا والله ما يروح بس انه اشتاق لك وده يطمن عليك قال بشرك اني طيب ولا علي خلاف لكن علمه الثلاث الحاجات ولعلها قد مرت عليكم اي نعم ما شاء الله قال قل له ان الفايت اقترب وان الاثنين صاروا ثلاثه وان الجماعه تفرقوا قال هذه بسيطه ان عرفتها ولا ابوي يعرفها لا يا والد أنا حصلت شايب من زاوية البيت الله إيه يقول أنك ويوم أدعبت عليه وسلمت عليه قلت كيف حالك يا عم باسمك قال لا 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 هذا أبوي في الداخل وجيت له ما شاء الله تبارك الله صحتك زينة وما شاء الله وتروح وتجي والمسكين ذا قال والله شوف هذا ولدي أكبر أولادي لكن أمها الله يجزاها الجنة حيه وميته بيض وجهها وجه سفر طال عمرك لا قد كسرت خاطري أجي ترحب ويا مشيت قالت الله يستر عليك الله يستر عليك الله أكبر زوجته شاويده بنت أجاود ومن بيت طيب ورزقها الله منها أولاد واحتار الرجال دائما طال عمرك شفت زي المنشأ
بكلامها عليه دا 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 أذره أذره. وتراها الحرمة يا ولدي إذا كانت على الرجال حنانة قنانة تراها والله أنا مصيبة على الرجال تتعبه، فإنما هذا وضع ولدي، إنما سلم لي على أبوك ولا تراني باتيه الوقت الفلاني. على كل حال يا طول عمر اللي ربي أكرمه طول عمرك يعني بالنعمة هذه يحمدها ويعطيها في 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 محلها، يعطي النظر حقه والصحة حقها واليد حقها والسمع حقه وكل شيء عليك فيه حق. أبو سليمان والله تجي هناك والله أبو سليمان ولا يهنون الربع ولا انت لا تحطني جنب تعال اجي هناك جنب أبو صالح. تعال عندي أبو سليمان والله أنا أحبك يا حبيبي أنت تحلونك تعبي ما أسوي بعض الحب عوق يا أبو عزام. أيوه عندنا كلمة واحدة أنت وش عندك؟ لا تفضل يا أبو صالح كلمة من البال والله ما نبي نجيبها من البال والله ما تعدى عليك الله يجزاك خير. ناس يقول كل ما جاء العصر عندهم شبه مثل بعض الناس يقول البيوت بعيدا عن بعضها بيوت شعر، يقول لا من هذا جاء صلى العصر يقول قام يتلفون يتقهون عند صاحبهم هذا اكبر منهم وكل شبه عصر عنده. يقول واحد انطرق قال يوم دريت يقول له والله هاك الشايب، يقول يوم جاب شايبه يقول هذا طول رجله يقول حاطنا شايب على ظهره يقولوا جايبه يقول رجله هذاك طوال يقول ويشيبه بن حلات دود المعيمن هم عشر وجايبه يقول لا نحطه بجنب المجلس على هاك المركب. يقول قال واحد بيض الله وجهك على خدمة شايبك جزاك الله خير يا أخو وش ما شاء الله جايبه من البيت على ظهرك ما يقدر يمشي. قال له والله ما يقدر يمشي. قال الله يجزاك خير ويرحم والديك مثل ما رحمت شايبك. قال خيبة رجاء هذا ولدي ما هو أبوي هذا ولدي بل الله مثل ما تشوفون الحمد لله أنا شب منه ولده هو اللي شايب وشيل عضاري وجيبه المجلس. هذه غريبة يعني بين الناس أمراض وبلاوي. أنتم ما جلعت أبوكم ما تبولكم قصيدة إلا هات نبي كل علم طيب منك وتدري حقك 27 ولا غير معنك والله على العظيم إنك خرعت. لا لا بعطيكم غير 27 مع أن أنا الجوال أزعجني يحسبون أنها لكن يعزون لا والله مغير مقلب يا الربع قبل ما قادر ومقبول عذرك إن شاء الله. الله يسعدك أبو صالح تسلمون. يقول هذه قصيدة قديمة يقول ما عاد للصبر عندي يا هواية مجال الله ما حمل الأنفس مالا تطيق يكفين يلي مضالي في الزمن من ليال فيها من الهم والأحزان مالي رفيق عطيتك القلب وهديتك أربوع الخيال وحميتك من الحسود اللي علينا يويق وعنيت رجلي علشانك جنوب وشمال وعشقت لجل المحبة والوفا كل ضيق ورضيت في حكمك اللي يوم مال الظلال خليتني في بحر همي وحزني غريق واليوم مرت 3 سنين يبو الدلال قضيتها بلا مال ابني جسورة الطريق مرت بعمر الفراق وباقي أنا لا يزال ماني بسيرك أنا في الوقت حر طليق صحيح مال الحمول اللا ظهور الجمال لكن مال الفريق اللا مدرب فريق شعوب الأمة تظاهر كل يوم وقتال عجز تحمل من الحكام مالا شعوب الأمة تظاهر كل يوم وقتال عجز تتحمل من الحكام مالا يليق وأنا سعودي وفي حكم السعود العدال والله مرضى بها لو كان شبت حريق رحل عن القلب والعمر الشقي للزوال. يا كم جفاني حبيب وكم جفاني صديق. لسانك وبيض الله وجهك سلامتكم. وين وصلت بيض الله وجهك؟ يا لا 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 باقي الوقت بدري والم قصيرة من الحين قصيرة لا والله قصيرة خلق الوقت لا طويلة طويلة إن شاء الله. يا لا 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 باقي الوقت بدري والمسافة طويلة. يا بن حمودة فطان وش عبابك زمانك أقبل الشيبة يا مخلوق واقفة شبابك لا تحسف على دنياك واضرب حسابك فإن يوم مضى من العمر ما عاد بيعود ما قادر يا قلب المعنى ما قادر
بوسليمان قال اشغلتني يا زماني لن تباهنا يكون الشيب في الراس باني انت منيت ما ظنيت بيد التماني لا في القلب صبر ولا في اليد حيلة ما قادر يا قلب المعنى ما الليالي طاوتنا والسنين انهاكتنا واحنا نسعى ورا الدنيا كفى الله بلاها والمعيشة على ظهر الثرى فراقتنا جعل في الأمر خير وجعل في الأمر خير ما قادر يا قلب لمعنا ما قادر صح الله لسانك بيض الله وجهك. أبعطيكم قصة وقعت قبل حوالي 75 سنة لمبارك بن فهد أسلم خليها. على طاري الشيلة يوم يغني إذا ترى عندنا واحد يجر بابه جاني في الاستراحة وشاني و انت ما يجي منصور لا لا انت ما تجنب عنك ولا ما تجنب انا جاني في الاستراحة وجر الربابة وترى ابو سليمان عنده فن العرضة الرجال ذا ترى عنده فن الربابة فن العرضة قبل هذا عنده شقر وعنده عرضة اما الربابة عسى الله يتوب علينا وكل مسلم شوف الربابة ظلم نيبة لكن يا رجال على مسيرتين وانا بكره اجيبها انا والله ما اعرف بس نجيبها بكره تجيبها خلي جرانية جبتها كسرناها ترى ما يحتاج يلا سترك بعطيكم قصه وقعت قبل 25 سنه الشاعر رحمه الله عليه مبارك ابن فالح بن مبارك وحيد الدوسري من اهل الهدار بالافلاج الله يصبحكم بالخير يا اهل الافلاج عموما والهدار بالتحديد يستاهلون هذا رجل كان جاي يشتغل بالرياض ايام القرايه ذي كلها الاعتماد على الله ثم اليوم اللهم لك الحمد بكل مكان شغل وكانت زوجته هم عياله طالعته مع الحريم يحطبن المره من اول كل دور تقوم صحيح فكان يحطبن وهي تحطب ولا تطيع عينها على الشفلح الشفلح نبات يثمر هالوقت نعم يثمر ياكلون ثمره نبات بري صحراوي وطاحت علينا كالشفلح الا يوم راحت تتاخذ اثر الصلم ترصد له تحت وتقرص وتموت. توفيت رحمه الله عليهم جميعا يوم توفيت تخبر من قطعه هي بينهم اسبوع على بال ما يوصلون الرياض من اللي ينقل الخبر. صلوا على المره او غسلوا وصلوا على المره ودفنوها وقبلوا عزاء. ورجالها بالرياض يوم بعد يمكن يجي له كم شهر شهرين ثلاثه يجيها كالرجال بالرياض. يا ابو مبارك عظم الله اجرك بام عيالك او يا ابو فلان الله الخير ولو ما يدري والله ما جاءه خبر ولا جاءه علم انخرع وترك الشغله وراح للديره على طول وتقبل على العزاء وتاكد من الخبر بنفسه المهم يوم جاءوا يستقبلوا عمه ابو هالمغرب قال ابشر بلعه وابو عوض واخذ مره ثانيه وجلس مع عياله من الثنتين من عوايد الرجال قال ابشر بلعه وعوض فقال ابيات والله يعني صادره من مراره ومن الم ومن فيقول اهلا ونيت انا قام صدري له صليل من سمعني تالي الليل جرب قيل ناه اهلا وناه يا ناس تبري من عليل كان كثرت البتا والونين اظلمتناه من قلب يشادي كما قلب الهبيل كل ما قال وتشالى تزايد في عناه من حال يشادي كما حال العليل كل ما جاله طبيب تعسم في دواه من دمع تحدر على جيبي هميل لو يحدر له على منهل زروع سقاه من داب فجعني على ظبي السليل ليت منه حاضر انسان يتلهب عصاه جعل طبعا الشعيب يسمونه الشعب يقول جعل شعب قرص فيها الحبيب ما يسيل جعل رزنات المخايل تعدى من وراه جعل شيخ النجم يجعل جعل شيخ النجم يجعل جباه صبره سحيل عسكرت في الجو ودق من طير السفاه
طبعا الابيات اطول من ذلك، وهذا اللي احافظ منه هو اللي ذكر لي توفيت الله يرحمه زوجته قبل بعد 10 سنوات وتوفي جميعا، فعاطف الرجل من حر ما يوجس دعا على الشعيب انه ما يسيل، يوم يقول جعل الشعيب قرص فيها الحبيب. طبعا ترددت وتواترت كثير الابيات وسمعتها باكثر من مجلس، احيانا بعضهم يلعب على السامريه علما بانها حزينه هي جدا، فحبيت والله اذكره لان طلبت منه الامانه. ابو رياض اسمح لي انا افداكم كلكم والله يا جماعه الخير، لما تشوف يعني الان الوضع والخير يعني التقنيات الحديثه والامكانيات اللي حصلت لنا يا طال العمى في هذا العهد، والله الان الحبيب هذا اللي كل شوي يطلع علينا مقلب هو جالس محله الخبر وصل انحاء الدنيا، يعني الرجال تتوفى زوجته أغلى ما عنده وعياله وكذا ما يدري إلا بعد شهرين، ترى هذا اللي كان حاصل عندنا كلنا، وهذا بدقيقته. اي والله يا جماعه والله يشوف عندنا ترى في الجنوب وفي النجد وفي الشمال يمشي من عندنا الرجال يروح الوظيفة، والله ما احيانا ما ندري عنه الا بعد سنتين والله، لا يعني الربع دريت على ولد فلان قال والله يقولون جاء ارسل زرف، الزرف بالخط والزرف يدور اللي يقرا. اي والله والله انا شايفين ابوه امس والله مسكين راح يدور من يقرا له، والله ما حصل من يقرا الزرف يشله، يا رب انت تعرف تفتلي تفتلي تقرا لي قال والله فلان دوروا لفلان قال والله غايب بيجي بكره، ليه جاء قرا له وزد يقراه بقراءه متكسره يمكن طلع عمرك ما فهم، والله يا اخواني اللهم لك الحمد. وين وين فرق رهيب على تقرا الزرف بنتك الصغيره ابو وليد، وانا ابو وليد اخوي الصغير الكبير في القدر عند سالته قلت يا ابو وليد كيف بنت وليد؟ قال انت من جدك يا ابو سليمان؟ صغيره عفريته تنقمعها اصبعين كذا والله طال عمرك، قال تمسك الجوال ما تقدر تحبي، قالوا لا مسكت الجوال قال بصراحه على المبادئ على الزره من اول الله سبحانه وتعالى يقول وما اتيتم من العلم الا قليلا، كل هذا وما اتينا الا قليل. انا من اول يا ابو سليمان ولا يهون الربع، من اول كانت المراه مثل ما قلت ترعى وتروح وهي اللي تحطب وهي ترعى الغنم وهي وتجيب كل شيء وتوفر كل شيء وهي اللي تطبخ وهي اللي قايمه بالبيت كله، ومن اول تفرح المراه اذا تزوج رجلها لانها بتعاونها باشغال البيت ذا الحين الله المستعان. فرعيه الغنم وقصص الغنم كثير، وعند ابو سفر ظني قصيده سمعتها عن الغنم وظننا بنحده عليها، يعني ما هي في البقرة لا لا طيب راحت البقرة تفضل ابو سفر في مناسبة حصلت لمزاين الغنم في القرشيات لأهل الغنم الزينة الصنف يسمونه صنف الصنف جالها أسعار ويزين الغنم عاد إشكاله وكذا الغنم حرية، واتصل فيه زميل لي اسمه نايف بن سعد الشويب الله يصبح بالخير واخوانه، قال ابيك تشارك معنا في المزاد. قلت يا اخوي مزاد الغنم يبي له واحد عنده غنم ويجي ويحضر انا ويعرف إيه. قال لا انا ابيك تكتب قصيده وتعال عندنا حفل وفي شيلات انا ابيك تقول قصيده. قلت يا اخي وش اقول في الغنم وش تبيني اقول يعني فيها؟ قال الصنف الزين. قلت وش الزين فيها؟ قال هي كل الغنم زينه اللي عندنا واسعارها زينه غاليه. المهم اني كتبت القصيده، انا كنت وقتها جاي من سفر وكتبت القصيده واعطيتها اخوي الصغير، قلت رح وقلها إذا حصل فيه قصيد قلها عني. أنا كاتب عاد كاتبه بالقلم في ورقة، كاتب عاد من عرض الأبيات أقولها في جيتي حتى ولو أني عجل، وأخوي متحمس عاصب الإمام ويقراها يبي يروح يقولها، قال أقولها في جبهتي حتى ولو أني عجل. قلت له أخوك دام في جبهتي خلها في جبهتي أنا، هات الورقة حدك هنا هات طال عمرك خلني بقولها أنا. رحت للحفل حفل رجل والله شرواكم، عرفت لي رجل شرواكم في الحفل أثناء الحفل وجات معرفة، وسبحان الله الحفل ذاك مفتاح للخير، كان بوابة للخير. فكنت متكاسل على الروح في البداية، لكن بفضل الله ذاك الحفل طلعت بقطعة أرض وبعير ما شاء الله تستاهل مبلغ البعير من الشيخ عبد الله بن قعيشيش المرزوق اللي بقيم يصب عليه بالخير الله يكثر خيره، وقطعة أرض من نايف الشويب. أنا جيت تلبية لدعوة أصحابي والله ما أبغى شيء لكن أني مشارك، يوم قالوا لي نبيك تروح معنا قلت توكل على الله، هم جيراننا في الديرة. المهم كتبت لي قصيدة في الغنم أقول الأولى هي الله توفقنا ليا حان الأجل في ذكرك ونطق الشهادة والعفو يد الجلال، والثانية تحفظ ملكنا والبلد يبغى رجل والشعب تبقى كلمته وحده ولا فيه انحلال،
أقولها ويقولها غيري ولا فيها خجل، مشاري دون الوطن والفال يقفاه العقال، سلام يا نايف ويا خالد ويسعد الطجل، سلام يا عيال الشويب يا شغاميم العيال، أقولها في جيتي حتى ولو أني عجل، تسليم تنتصر جميع الحاضرين من الرجال. هذا مزاد الصنف ما هو للتحايل والدجل، مزاد بيع ومشترى ما هم هايط واحتلال، والزين في جرم الطلي طول رقبه مدري رجل، بس لو كاد اني بدوي لو كان ما عندي حلال، والضيف نذبح له من اسمان الغنم ما هو عجل، من عقب ما يشرب اقناد الكيف من صفر الدلال، يلا هتمدها للحلال الحري بطول الاجل، غنيتها من بعد ما قلت لابيات ارتجال، في ذمتي ما يحضر في هذا المكان الا رجل، اقولها ويقولها غير كثير من الرجال. وسلامتكم. عاد هذا في سوق الغنم. مشينا وتعرفت على عبد الله المرزوقي، قال وانت رجل وانبسط يوم قلت، لان الغنم الخشونه زينه للرجل. الخشونه زينه والحلال، وترى ما هي بعيب، الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الغنم. نبي الا ورعى العقارب. ورعى الغنم ما هو بعيب، بعض الناس يتعايب الصنعه هذه والله انها مرجله. لا والله. الو كاد اني رحت للديره. وجاء المرزوقي بعدها بيومين يوم اقول لكم سالفه البعير، جاء المرزوقي يعزمه وقال اعزموا لنا الشاعر اللي جاب قصيده الغنم. وطلبوني قصيده، والمرزوقي البقيني ماخذ لها من حارثيه من ربع. وقلت القصيده اقول غنيت ناقه، طبعا المرزوقي الله يكثر خيره اعطى بعد نايف شوي باخوانه ناقه خلفه هديه بحواره. اقول غنيت ناقه للرجال تعيش. تعيش. وهيض اهل العرف بطروقي. ماني بعودهم على التطنيش في مجلس ما طبه اللوقي، أضحك ولو هي قافلة بشيش وسري ليا من لاحة وبروقي، صقر بمخاليب وجناح وريش والأرض تحتي والسماء فوقي، يا مرحبا بك يا بن قعيشيش قلت نيابة وابسط حقوقي عن عزوة جا في كرمهم طيش، لا دش شويب ما لهم عوقي في ذكرهم روس الرجال تشيش، يغلي غلاهم داخل عروقي إن غبت عنهم عسكري في الجيش، وانت الغلاهم مرخص النوقي من ربع يلي مجدنا مانيش، جمرة عرب ما نعرف البوقي يرعى دبشنا في الوغى ماحيش، عن حدنا والبوشة ما سوقي، حياك معنا عسكر التفتيش، في جيتك يتزايد الشوقي عاني وذكرك قد تعدى بيش، على المراجل منت مسبوقي تشهد من الحارث معي وقريش وكلب وحرب ويام والروقي وسبيع والغمد على ابن عشيش، والنعم كنه معك مخلوقي تستاهل الناموس تدري ليش، لأنك تنومس كله مرزوقي، لو يختلط عد جرمك والجيش ماله الرخامة عندكم سوقي، يوم الليالي ما توكل عيش جنب البقومي داحمة الطوقي، لكن سادة لمن عقب الطيش محدني بات الليلة مسروقي، لولا البحر ما رحت للكرنيش، والشعر شعري واللحن ذوقي، واختامها يلي تقول تعيش صح الله لساني ومنطوقي. سلام الله لسانك ومنطوقك صحة صحة الباب السلام الطيب المرزوقي طمر عاد الرجل المرزوقي أسامي تتكرر. يوم قلت القصيدة حلف الرجل قال والله لك عندي قعود تستاهل ويعطي الله يبيض وجهك. ابن عشيش علم من اعلام البقوم ويستاهل كلهم من جميع القبائل وكل القبائل يستاهل، راع الطيب يستاهل الطيب، ولا هو غريب عليه ولا على ربعه، وهذه عوائد ربعنا. والمنبر هذا جت الفرصه انه يذكر موقف لبقومي وحارثي علما بان الله ملك الحمد كل ربعنا بهم خير من كل القبائل من جنوبه ومن شماله حواضره وبواديه كل خذ قسمه من الطيب. الطيب ما هو بس للضعنينه، يقول البدو واللي بالقرى نازلين كلن عطاه الله من هبه الريح، بيض الله وجهك. وحنا يوم جاء طاري المرزوقي وجاء طاري بن قعيشيش يستاهل وبيض الله وجهك، احنا نشيد انه كل قبائلنا كل حواضرنا فيهم لهم حقهم، ولكن جاء المنبر لهم. والشيء بالشيء يذكر مرزوقي وقعيشيش هذه تكررت، يعني في أنا يوم قلت بن قعيشيش ولا أبو قصورة، المرزوقي بن قعيشيش من شيوخ الفدعان من عنزة على الجزيرة، وله مواقف تاريخية وله فاش سبحان الله أحيانا تتوارد والمرازيق بدت يا قريبي قال نحن مرازيق العلم الحيوي الجيدين يبقى علم الحيوي والله ما نقصد من عشيوه هي على التكرار أنه ربعنا الله ملك الحمد جنوب وشمال وشرق وغرب كل خذ قسمه بالطيب تطابق مع بعضها الله الله بجوج المملكة العربية السعودية واسعة. أسأل الله أن يرحم الملك عبد العزيز ويطيب ثرى، وإن الله إن الله يعز حكامنا. اي والله كلنا لحمة واحدة وشعب واحد وأسرة واحدة، يعلم الله هذا احنا جالسين في مجلس الحربي والغامدي والعنزي والبقمي وابو سليمان الأحمري والحارثي
لو ما حنا في امن وامان وفي ما جلس ما جلس ثمرات الحمد لله والقبائل كلهم على طاري ابو سفر يوم يقول انا تكاوت ما اقدر اروح فيها رجال اسمه محمد بن شارع العصمي رجال معطيها الله من الدنيا هذه ما شاء الله ومسخرها في فعل الخير الله وعتاق الرقاب والعلم الطيب حضيض جاء كان في مسوي له احتفال كان فيه عتاق رقبه كان هو يعني اكبر متبرع في عتاق هذه عتاق الرقبه ذي فمسوي له احتفال ونوع من التشجيع وتكريم له استاهل فجاني جتني الدعوه من المنسق الاعلامي فكنت وقتها سبحان الله العظيم مسافر وخرب موتري ولا قدرت اجي تعطل الموتر في الخط وشلت سطحه ما قدرت اجي للاحتفال ورحت مقادير سبحان الله الارزاق يقول اولا اني كسبت من علم طيب دق علي بعدها المنسق الاعلامي قال يا اخي حنا نبغى قصيده منك انت حنا مسوين عمل للشخص هذا ونبغاك انت القصيده قلت يا ولد والله ماني بيم القصيده انا مشغول سكر من عندي معي انت لو جايني في البيت عند امي قال يوم جاني قلت يا ولد واجب قال واجبي انك تعطيني طلبي قلت طلبك وشو قال قصيده قلت ابشر بها يا سلام اي والله ان ذا اللي صار بيض الله وجهك ما شاء الله قلت ابشر بها سويت القصيده سبحان الله العظيم شهر وهو يطردني عند القصيده ذي وانا ما سويتها ما مالي نفس لا من الاشغال اللي عندي وخراب السياره ومن الطائف لتربع للرياض وانا اكتب القصيده ونعطيهم اياها سبحان الله العظيم وتروح القصيده اجلس يمكن ثلاثة شهور يوم جاء بعدها الله يكلموني القصيدة هذه اللي إذا جاني عليها كانت عام 2000 الظاهرة أول ما 2015 أول الملك سلمان الله يطول عمره كان من يوم جاء وبركة على الدنيا كلها و الله يحفظك جاني عليها جاني على القصيده ذي جيب لك زز 2015 اصفار ومبلغ 300,000 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله سبحان الله تمشي العظيم ما عاد تمشي علينا الله يرحم والديك والله ها ما عاد تمشي علينا والله لا تراها موجوده يا ابو اللي بيبحث ترى فيها مقطع اللي بيبحث عن هذه موجوده في اليوتيوب يكتب بس الاسم في اليوتيوب ما شاء الله من مواقف الاصدف على ما قال ابو سفر شكله مكذب اني جاني القعود جاني قطعه ارض في الديره شايف والديره هذا الاسعار هناك ترى يعني جدا مناسبه يعني رخيصه شويه لا تصغرها والقعود طال عمرك بعته ب 50,000 الأرزاق بيد من يا رب الله سبحانه وتعالى أبو عزام سبحان الله ترى بعض الناس يأتيه الرزق من الله سبحانه وتعالى يحكي لي رجل مسؤول يقول جلست في جلسة عقاريين يقول والله أني معزوم مع الريق ولا لي في العقار ولا لي في الأمور ويقول معنا تجارا ما شاء الله تبارك الرحمن ويقول وحنا جالسين ولا به واحد يكلم ويظهر ويعود علينا وكم وصلت القطعة بكم ولا وكذا ولا فلا عليه بقطعة يقول ملايين الريالات يقول والله ما ظهرنا إلا هم وزعن علينا دلالة يعني هدية من ذا الأرض في الرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى والله لا تكون تحسب له بعض المرات ولا تجيله ولا تدري عنه أصلا لكن هو يرزقك الله من حيث لا تحتسب والله ما تدري لأن هذه من الأشياء الخمس الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله فهي خمسة أشياء لا تدري أرض لا تدري ماذا تكسب غدا ولا تدري بأي أرض تموت ولا تدري عن الأمطار ولا يدري عن ماذا تحمل الغيبيات هذه بيد الله سبحانه وتعالى رجل رأى في المنام عوذنا المنامات رأى يقول الشر له رجل يقول رأيت ملك الموت مشير لي بخمسة
يقول إن خرجت إنها يا خمسة أيام يا خمسة أشهر يا خمسة يقول رحت المفسر قال بن سيرين قال هذه خمسة أشياء لا يعلمهن إلا الله فذكر منها بأي أرض تموت الله يبيض وجهك يا أبو عبد الله ويطول أعماركم والله دخل الآن وقت صلاة الظهر الله يجعلنا وإياكم من المقبولين وما يعلى على صوت الحق سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نستودعكم الله بكرة موعدنا إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا